بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هيبقى هنتكلم مع بعض بتفاصيل على المودلز فور او اس بي اكزامينيشن. تمام. السنه دي عشان الظروف بتاعت الكورونا هيبقى جزء اصيل في امتحان الكلينيكال الامتحان الاو اس بي اللي هو هيبقى عباره عن صور للكلينيكال ساينس او اكزامينيشن ميثود وهيبقى فيها عليها بعض الاسئله. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على الهيستوري والجنرال اكزامينيشن وجزء من اللوكال اكزامينيشن. وان شاء الله يوم الخميس بالليل او الجمعه على حسب ما نرتب ان شاء الله هنتكلم على نكمل اللوكال سواء بالساينز او بالميثودز. ربنا يسر. دي الصوره يا ريت نركز مع بعض لانه القصه فكره الامتحان انه هيبقى فيه صوره وتسيل على اكثر من سؤال فيا ريت نركز. دي صوره اخذناها للاسم بتاعنا في سنه 2017. يا ريت كله يبص على الصوره لو سمحتوا بما فيهم الدكتور محمد سعيد. تمام. ودي صورة أخذناها في سنة 2020. الفرق بين الصورتين تقريبا سنتين وشوية. تمام؟ واضحة الصورة؟ تمام حضرتك. أنا جمعت الصورتين في سلايد واحدة ومنتظر من السادة الزملاء يطلعونا على الأقل 10 فروق ما بين الصورتين. يا ريت نفكر مع بعض كده وكل واحد يعمل أنميوت لنفسه ويقول لي. كل واحد يقول ديفرنس. مش عايزين نضيع وقت كتير. يلا يا جماعه مين اللي هيتكلم الاول؟ هو في حد حضرتك معانا ولا لا؟ معانا 14 واحد اهو 15 واحد. لا انا مش عايز على الشاك، انا عايز تعمل ان ميوت وتتكلم. واحد بيقول لك المكان اللي متصور فيه مختلف. طب انا عايزك تفتح الان ميوت لنفسك وتتكلم. يلا اللي بعد الكومنت ده يعمل انميوت لنفسه ويتكلم. المكان اللي الصوره متاخده فيه مختلف يا دكتور. ملاحظه جميله. ايه تاني؟ حد تاني يحب يشارك؟ ايه الاختلاف يا دكتوره؟ واحده على السلم اللي جوه في المستشفى والثانيه على السلم اللي بره. جميل. يبقى انا لما احب احدد الديفرنس يبقى في اختلافات في المكان وفي اختلافات في الاشخاص. والاشخاص لهم كاركترز، لهم عدد ولهم لبس ولهم لوك، هيبقى الاختلافات دي فيها عشان لما اجي افكر بعد كده يبقى انا بفكر من زوايا مختلفه. يبقى المكان والمحتوى بتاع المكان، والمحتوى بيختلف على حسب النمبر والسايز والشيب والدريسنج والكلام. تمام. هو ده فكره الايه الامتحان الوسط. انا ممكن اجيب الصوره واسال هي نفس الصوره بس هيبقى التعادي معاها مختلف. لكن هو اكتر حاجه يعني اكتر ملاحظتين انا ممكن ادي عليهم كومنت للاشخاص. الدكتوره ايه ما كانتش معانا الصوره اللي فاتت. الدكتور محمود والدكتوره اسلام جنب بعض والدكتوره ياسمين في الصوره الاولانيه وبرضه في الصوره الثانيه. دول اكتر كومنتين ممكن نركز عليهم. طيب ليتس موف اون. الهدف من القصه دي ان انا ابقى مركز في الصوره اللي بتعرض وببص لها من اكتر من زاويه يا جماعه. تمام. مش قصه ان انا بشوف صوره وخلاص. طيب دي محاضره كان الدكتور ابراهيم عامر ربنا يديله الصحه كان مجهزها، كان بيقولها في الراوند ساعات لما يبقى في وقت، مجمع فيها بعض الكلينيكال ساينس. هنشوفها مع بعض لانه جزء من الصور دي هنبقى محتاجين ان شاء الله في الدسكشنز بعد كده. دكتوره اللي كانت بتتكلم معانا من شويه، دكتوره مين؟ ساميه. يا دكتور دكتوره ساميه ايه رايك في ايه اللي موجود في الصور اللي قدامنا دي؟ ايه الباثولوجي اللي موجود؟ جوندس. جوندس. يبقى احنا بنشوف هنا جوندس بدرجات مختلفه يا جماعه. تمام. يعني الجوندس ممكن تبقى تنج اوف جوندس، يعني يا دوب حاجه خفيفه تشوفها بصعوبه لو ما تاخد المريض جنب الشباك وتبص لضوء الشمس. وممكن تبقى ديب جوندس تشوفها ايفن لو انت مش المريض ما بتشوفوش في اللي ايه في الدي لاين. يبقى الجوندس على حسب الدبس بتاعها والكلر بتاعها ممكن اشوفها باشكال مختلفه. طيب تعال نشوف الصور اللي بعد كده. دي صوره ايه يا دكتوره ساميه؟ اسايتس. تنس اسايتس مش مجرد اسايتس، بتنس اسايتس. شايف الابدومن ديسندد ازاي؟ تمام. يبقى دي صوره تنس اسايتس. شايفين الفلانكس يا جماعه؟ فول فلانكس اللي احنا بنتكلم عليها هنا باينه جدا، وده ديفيوز ابدومنال ديستنشن وذ فول فلانكس. وتلاقوا هنا السكين كانها ايه مشدوده بتلمع. ليه؟ لانه تحت تنشن. في ده صوره تنس اسايتس مش مجرد اسايتس بس.
تمام. طيب سامية دي صور ايه؟ دي تنس اسايتس ويز امبليكال هيرنيا. تنس اسايتس كومبليكيتد بامبليكال هيرنيا. برافو عليك، شكرا جزيلا. دي صورة امبليكال هيرنيا في اللي في الثلاث صور، بس ده مريض اسيتك. تمام. دي صورة دياجنوستيك باراسينتيسيس، المحاضرة اللي شرحناها المرة اللي فاتت يا جماعة. دياجنوستيك باراسينتيسيس ده الفرق ما بينها وبين السيرابيوتيك اللي هيجي بعد شوية، ان انا هنا بسحب بايه؟ شايفة يا دكتورة سامية؟ ايوه السرنجة. لو انا هوصل نفس النيدل دي بكوليكتنج سيستم، يعني بجهاز محاليل بره وكيس تجميع سوائل، يبقى ده اسمه ايه؟ سيرابيوتيك باراسينتيسيس. يبقى هنا الفيصل ان انا باخد دياجنوستيك سامبل وفي ايه؟ السرنجة طالع فيها الاسيتيك فلود. ويا ريت نركز هنا على الكلر، الاسيتيك فلود هنا ايه؟ كلير ييلو اللي هو النورمال كلر بتاع الاسيتيك فلود. ده السيرابيوتيك باراسينتيسيس. بنثبت بقى الابره لان المريض بيقعد يسحب مثلا من نص ساعه لساعه، ومتوصله هنا بجهاز ترانسفيوجن سيت، ومتوصل هنا بكوليكشن باج موجوده بس مش ظاهره في الصوره. تمام. دي صوره ايه؟ طبعا دي رسمه مش صوره، يعني ده الليفر وده البورتال فين، بيتكون من الكومباينيشن بتاع السبلينيك فين والسوبيريور ميزنتريك. ده السوبيريور ميزنتريك وده السبلينيك فين. تمام. بيتكونوا هنا عشان يكونوا الايه؟ المين بورتال تراك. لما يبقى فيه اوبستراكشن البورتال سيركيوليشن، بتبدا البلاد فيزلز دايليتد حوالين الامبلايكس على اساس انها تشيفت البلاد توورد سيستميك سيركيوليشن، وبنقول عليها كابت ميدوسا. ودايما نتذكر ان البلاد فلو اواي فروم ذا امبلايكس، يعني اللي فوق ده هيبقى دايركشن بتاعه فين يا دكتوره ساميه؟ لفوق. الله ينور عليك. طب وده لتحت. برافو عليك. بس المجتمعين انهم ايه؟ الاثنين ايه؟ اواي فروم ذا امبلايكس، لانه البورتال بريشر عالي فبيحاولوا يهربوا باي اتجاه. الصوره دي مهمه قوي 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 قوي، يعني يا ريت تركزوا فيها جدا، ان دي من الصور الشهور هيبقى عليها اسئله. ده الفرق ما بين الدايليتد فين والفيزيبل فين. دايليتد الكالبر بتاعها اكتر وتورشوس متعرجه، بينما دي السن وستريت. باينه يا دكتوره ساميه؟ ايوه يا دكتور. الصوره دي مهمه جدا يا جماعه، الصوره دي مهمه جدا جدا جدا. يعني لو اتاحت لي الفرصه ان انا احط سؤال، من ضمن الحاجات اللي انا يعني متشجع ان انا احطها، انه اقول لك in a table compare the findings between the two pictures regard the vasculature. دي congested veins، دي dilated veins، دي sick، دي thin، دي tortuous، دي straight. تمام. طيب دي برضو صور مختلفه للكلابنج، سواء الدراميستيك او سواء الايه البارود بيك. دي صور مختلفه للكلابنج، ومحتاج انك تعرف طبعا الجي اي تي كودز اوف كلابنج. انت في قسم الجاسترونترولوجي او الهيباتولوجي، فمحتاج انك تعرف انه الكلابنج از نوت اونلي ديو تو شيست اند كارديت ديزيزز، لا في كمان جاسترونترول كوزز اوف كلابنج لازم تكون عارف، لانها من ضمن الحاجات المهمه اللي بنسال فيها. الصوره دي ايه رايك فيها يا دكتوره سامي؟ دي البالمر ارسيما. جميل خالص. في ريدنس للسكين موجوده في السينر والهايبوسينر ايمننس والهيدز اوف ذا ميتا كاربلز، وفي في النص سنترال ايه؟ بدر. هي الصوره الثانيه دي مش واضحه قوي، لكن دي واضحه جدا، ودي اللي موجوده معاكم في المذكره. طيب ايه رايك الصوره ديت؟ دي اللي سبايدر نيفاي. هي الصوره اللي في الكتاب اوضح الحقيقه، واللي احنا هنجيبها في الاسئله بعد شويه. طبعا سنترال دايليتد ارتريول وحواليه دايليتد ايه؟ كابيلوس. كابيلوس. جميل. ايه رايك في الصوره ديت؟ ايكوموتيك باتش. هي ايكوموتيك باتش. طبعا البليننج لما يبقى سب كيوتينس وحاجه صغيره بنقول عليها ايه؟ بتيكي. بتيكي وبعدين بيربرا وبعدين الايه؟ الايكيموتس. باتش كبيره، يعني موجود هنا في الكيوتينس القصه دي. ممكن يكون مثلا المريض خد عينه من هنا من ايده ولا حاجه، وهنا ممكن يكون كان مركب كانولا، وهنا ممكن يكون تروما او ما شابه يعني. فدي كلها ايكوموتيك باتش موجوده تحت الايه؟ تحت السكن لمريض الليفر، زي ما انتم عارفين بيبقى عنده بليدنج تندنسي، فممكن يحصل سبونتينيوس او تروماتيك، بس موستلي تروماتيك الحقيقه. الصوره دي مهمه قوي برضو. دي الوايت نيلز اللي لها اسم تاني، اسمها ايه يا دكتوره ساميه؟ تيري نيل ليكونيكيا. ليكونيكيا. تيري نيل هيجي بعد شويه، لكن ليكونيكيا دي اللي ممكن تبقى كونفيوزنج شويه على اساس فيها نص ابيض ونص بني.
لكن انا هجيب لك صوره اوضح للترينيه بعد شويه. لكن هنا الصوره البيضاء دي اللي هي اليوبوليكيا او الوايت نيلز، ودي واحده من المانيفيستيشنز اوف هايبو البومينيميا في مرضى الليبر ديزيز، ودي برضو من الصور المهمه قوي. دي اجين الكوميتك باتش والبيبر ماني سكين بتاعت الليبر سيل فيليا. لما تمسك السكين كده، حد فيكم مسك دولار قبل كده؟ مسكت دولار يا دكتوره ساميه؟ ايوه مسكت. طيب لا يعني بيقولوا لما يعني نفس الاحساس بتاع مسكه ورقه الدولار المتكرمش ده، هو ده البيبر ماني. ايه البيبر ماني سكين؟ وطبعا في ايكوميتك باتش، بس هنا عدت لمرحله الايرلي، لان اللون هنا ايه؟ اللون ايه؟ ازرق غامق. براون. انتوا عارفين البليد البلاط بيتحول بيمشي بالروبن، للاسف الهيم بتحول بعد كده بايليفردين، باللون بيبقى مختلف. الاول بتبقى زرقاء وبعدين تبقى بني وبعدين تبدا تختفي خالص. تمام. الساين دي ايه يا دكتوره ساميه؟ بيتنج لور لمب اديما. جميل خالص. الصور اللي هتيجي بعد كده اوضح من دي شويه. دي في الدورسم اوف ذا فوت، ودي عند الانكي عند الماليولاس، ودي في الليج. ده هي في الدورسم، ما اعرفش مش مستخدم البوينتر، استخدم البوينتر. دي في الدورسم، ودي في عند الانكل عند الماليولاس، ودي فين؟ على التشافت اوف ذا تيبيا في منطقه الليج. تمام. ده ايه يا دكتوره ساميه؟ ده بيعمل تيست للإديمة في اللور لمب. جميل. بالانجليزي اسمها ايه؟ بيتنج بايلاترال اللي هو اللمب إديمة. دي الفايندنج اللي في الصوره اللي على اليمين، التيست اللي في الصوره اللي على الشمال، لان ممكن اجيب لك تيست في الامتحان. يبقى ذيس از بريشر تيست فور ديتكشن اوف ذا لور لمب إديمة. والفايندنج زي ما انت مشكوره قلتي بايلاترال بيتنج لور لمب ايه؟ إديمة. ايه رايك يا دكتوره سامي في الصوره دي؟ دي يونيلاترال اللي هو اللمب سويلينج. سويلينج. جميل. ممكن يبقى سببه ايه؟ ممكن يبقى دي في تي، ممكن يبقى سيليولايتس، ممكن يبقى ليمفاتيك اوبستراكشن مثلا. تمام. هو لو كلام جنرال امسكيها ايتمز عشان ما تنسيش. اوبستراكشن للفينوس سيستم زي في حالات الدي في تي، اوبستراكشن للليمفاتيك اوبستراكشن زي في حالات الفيلاريا والبي بي والماليجنس. تمام. او كونجينيتال ليمفاتيك هايبوبليزيا زي الهيمونيل سندروم، او سيلولايتس. وان كان السيلولايتس ان ذيس بيشنت صعب، لان السيلولايتس عشان ياخد الليم كله صعب جدا. والاسباب الاخرى ان ممكن يكون المريض بينام على جنبه، لكن طبعا في المريض ده مستحيل يكون بينام على جنبه ويدي المنظر ده. فالمنظر ده غالبا الليمفاتيك اوبستراكشن غالبا. انا ما اعرفش الهيستوري بتاع المريض، بس لو انا بقول لك كل الكوزز هتبقى كلها كده. لكن in this patient لو انا بشوفه كده هيبقى اذا قلت لك رايي انا انه ممكن يبقى الليمفاتيك او فاسكولار اوبستراكشن مور برايورتي عن السيلولايتس، وانه بينام على جنبه اليمين اكتر، لانه مش منطقي ان جنبه يعمل له سويلنج بالمنظر الفظيع ده. تمام. تمام. دي ايه؟ ما تبصوش على اللي مكتوب تحت. دي انلارجد سوبرا كلافيكرال ليمف نود. انلارجد ليمف سوبرا كلافيكولار ليمف، اللي هي لو قلت لي فيركاو مش محتاجه تقول لي ليفت سوبرا كلافيكولار. لو قلت لي انلارجد فيركاو ليمف نود يبقى خلاص، ما انا عارف انها ليفت سوبرا كلافيكولار. تمام. لو قلت لي انها ليفت سوبرا كلافيكولار ما فيش اي مشاكل. لكن ليفت انلارجد ليفت سوبرا كلافيكولار اللي هي الفيركاو ايه؟ الفيركاو ليمف نود. ايه رايك يا دكتوره ساميه؟ This is a male not female. يبقى جاينيكوماستيا. يبقى جاينيكوماستيا. عشان ممكن نقول enlarged breast عشان احنا مش عارفين هو ده يعني ممكن يبقى تندر وكده، وفي الحاجات اللي تدل ان هو جاينيكوماستيا ولا لا. الصوره دي مش باين فيها الايه؟ الوش بتاع المريض، فانا مش قادر فعلا اقول. لا انا قلت لك ان هو ميل عشان كده. تمام. اللارجد ممكن تبقى تندر او لا، دي في الاكزامينشن طبعا زي ما انت بتقولي ايه هتبان، لكن ده منظر الجينيكوماستيا لما بنشوفها بالانسبكشن. الصوره دي واضحه؟ ايوه. دي ايه؟ كونجستد نيك فين. مش هنسالكم فين.
عشان بالتفصيل طبعا بتوع الكارديو والانجل ومش عارف الحاجات اللي ايه التفاصيل بتاعتها والويفز والكلام ده كله. شفت دي قبل كده؟ ايوه لا، السانجستيكن تيوب دي، السانجستيكن بلاك مور تيوب دي كانت موجوده عندنا في الاسم، معرفش عندنا يا دكتور محمد موجوده لسه حضرتك عندنا، معرفش هما شافوها لا، احنا يعني وريناها قبل كده للمجموعه اللي فاتت. لكن دي عباره عن انبوبه الوقف النزيف فيها جاستريك تيوب اللي هي الراوند دي، وفيها اسوفجيال بالون، اسف جاستريك بالون واسوفجيال بالون، وفيها ثلاث فتحات من بره، الفتحه منهم بتنفخ الجاستريك بالون، وواحده منهم بتنفخ الاسوفجيال، واللي في النص دي بتبقى درين، يعني زيها زي الرايل بالظبط، بندخلها من النوز عادي لغايه ما توصل للاستومك، وبعدين انفخ الاساسا الجاستريك بالون بحوالي 300 سي سي هواء او صلاين، وبعدين اعمل تراكشن جامد جدا على الانبوبه من بره. يعني تبص على الصوره بتاعتي، تراكشن من بره والف حواليها حاجه عشان ما ترجعش باك في النوز، واربط عليها توكيله لتحت، غالبا بنربط ازازتين محلول عشان يشد الايه، دايما بيبقى التوكيله دي بتشد السانجستيك اللي فوق والجاستريك بالون منفوخه، فتعمل كومبريشن للكارديا وتوقف البليدنج، لانه زي ما انتم عارفين ان الفيلنج والاسوفجيال فالز بيبدا من منطقه الايه، الكارديا. ممكن انفخ او لا الاسوفجيال بالون، لو هنفخها ما بعديش النفخ بتاعها 40 مللي ميه، لان لو نفختها بتوسع الايه، الاسوفجاس، فلو وسعت الاسوفجاس انت فتحت السكه للجاستريك بالون، وممكن تبص تلاقيها في ايه، وبق المريض وعامل له سفوكيشن، وايفن المريض ممكن يضاي لو انت ما خدتش بالك من الكلام ده وعملت ديفليشن سريع للكلام ده. لكن ساعات ننفخها لانها بتعمل ديفليشن كمان على السايد وول بتاع الاسوفجاس وتساعدك في الهيموستيس. عوده الى ايام الباره يا دكتوره ساميه، ايه رايك؟ بالهرزية الأوفا، أنا واحدة فيهم، هما الاثنين، واحدة مانسوني واحدة هيماتوبيا، يعني ما شاء الله بس دول ثلاثة. لا مش عارف. طب محمد سعيد تعرف؟ في حضرتك الهيماتوبيا والمانسوني موجودين، أنا الهيماتوبيا وأنا المانسوني طبعا، اللي أنا بشاور عليها دي إيه؟ دي اعتقد حضرتك المنسوناي، وديت ودي الهيماتوبيا اخر كلام اعتقد. طب وديت مش معاهم، لو معاهم بقى جيبونكم، لو هي لو الثالثه بتاعتهم، بس انا بصراحه مش متاكد من الصوره قوي. طيب راجعها وقول لنا عليها المره الجايه ان شاء الله. الانفكشن. طيب تمام حاضر. طبعا دي اكس راي فايندنج في المحاضره بتاعت ابراهيم، بس احنا طبعا الجزء بتاع اولا الشيست ايمجنج مش يعني يعني هيبقى هتشوفه مع الاشعه اكتر، وممكن مع الزوم بتاع الشيست، وان كان البلورال افيوجن بالنسبه لنا كومبليكيشن بالاسايتس، زي ما انا كنت بتكلم في المحاضره المره اللي فاتت، الرايت بلورال افيوجن وان اوف ذا كومبليكيشنز اوف اسايتس، فده حاله في اوباسيتي ورايزنج تولز اكتر، فدي حاله رايت سايد بلورال افيوجن، لكن احنا في الامتحان مش هنجيب ايماجنج بالنسبه للشيست. جينا بقى للحاجات المهمه جدا يا دكتوره ساميه، دي ميسس اوف بالفيشن، ايه رايك؟ تمام. ايه الفرق بين الصورتين؟ في فرق بين الصورتين؟ ايوه في فرق. قولي لي بقى. اللي هي على اليمين دي ببلبيت السبلين، دي اللي على اليمين تقصدي، اللي بين الشاشه التانية. هنا الثانيه دي اللي على اليمين بالنسبه لك، ماشي، ده بلبيشن للسبلين تقريبا اللي هو الباي مانوال. وديت ده ايده تحت الكوستال مارجن شويه، ممكن يكون للكدن. انهي واحد فيهم اللي هو ده؟ انت بتتكلم على ابو كرافات ده؟ ماشي، ده ايه؟ ده البايمانيوال اللي هو البلوتمنت ده بتاع الكدني تقريبا، مش عارف. طب هما الاثنين بايمانيوال اكزامينيشن، متفقين؟ واحد للكدني واحد للسبلين. الله ينور عليك، ده هو بتاع السبلين، لان الايد هنا على الكوستال مارجن وبيحاول يرفع المارجن لفوق، والراجل ده بيحاول يزق التيبس اوف ذا فينجر تحت الكوستال مارجن اللي هي دي. ده الباي مانوال اكزامينيشن اوف ذا كيدني، لانه الايد دي في الرينال انجل، مش واخده الكوستال مارجن اللي فوق. واضحه؟ هنجيب الكلام ده في صور اوضح بعد كده، بس الصوره دي زي اقول لكم ده باي مانوال اكزامينيشن للسبلين، وده باي مانوال اكزامينيشن برده بس ده للكيدني، لان دي الايد هنا في الرينال انجل وبيحاول يعمل اوبوزيشن لبعض. ده على الكوستال مارجن بيحاول يرفع الكوستال مارجن اللي فوق، وبيحاول يديب او باس هيز هاند ديبلي تحت الكوستال مارجن. هنجيب صور اوضح. ده ايه رايك يا دكتوره ساميه؟ ده اللي هو الرولينج بتاع الكولون، الرولينج بتاع الكولون، برافو، ممكن تمشي.
لو ايده فوق شويه ممكن اقول ان ده هاند اوفر هاند ميثود فور اكزامينشن اوف ذا سبلين. لكن المنطقه هنا في الرايت اليك فصه او ليفت سايد اوف ذا ابن او اللامبر ريجن فممكن يكون بيعمل رولينج للكول. ده كلام مفترض. يعني لو انا يعني هسال على سؤال هوضح انا في انهي مكان والدايركشن بتاعي ايه. ايه رايك في ده؟ ده اكزامينشن للسيرفايكال لينف نود اللي هي السيركولار جروب. برافو عليك ممتاز. بيعمل رولينج اجينس الايه المندبل. دي مجموعه سب مانديبولر بيعمل رولينج للسب مانديبولر. دي هنا لو هنا تبقى سب مانديبولر لكن هنا بيعمل رولينج للسب مانديبولر لينف نودز اجينس الايه المندبل. ايه رايك؟ بيشوف البريفرال بلسيشن بتاع اللور لمب اللي هو الدورسالس بيدس بيدس ارتر بيشوفه في الايبكس بتاع الفيرس ميتاتارسال سبيس. تمام. طيب وهنا هو ده ايه رجله برضو؟ ده بيشوف البوستيريور. مش حاجه غير رجله. اصلا شفت كعبه شفته كانه كوعه. لا هو بيشوف البوستيريور تيبيال ارتري. برافو عليك. هو مازال بيشوف الانتكت بريفرال بوزيشنز وايده هنا ورا الماليولاس فبيشوف الميدال ماليولاس عشان بيشوف البوستيريور تيبيال ارتري بلسيشن. شكرا شكرا للدكتور حسن. كده انتهت محاضره دكتور ابراهيم اللي هو كان مجهزها وساعات كان بيديها لما يبقى في وقت يدي بعض الكلينيكال ساينس. النهارده بقى هنبدا على نظام الامتحان. دكتوره مريم معانا؟ طيب اتمنى لو في حد من الزملاء. الو دكتور محمد مع حضرتك ايضا. طيب عشان بس احنا هنجيب هنعرض السلايد بعد شويه وهنسال عليها اسئله وهنسال اعضاء التدريس لو ممكن يتحط سؤال مختلف على نفس الصوره غير اللي موجود في السلايد فيا ريت يا ريت كلنا نعمل ميوت لنفسنا ما عدا الدكتوره ساميه والدكتور محمد سعيد والدكتوره مريم ولو معانا حد من الزملاء اعضاء التدريس يا ريت يشارك معانا. يا ريت بس اللي عنده مشكله في الصوت يقفلها يا جماعه. طبعا تعليمات الامتحان دي حاجات ثابته انه لازم نلتزم بالصمت ممنوع نتناول معاه كتب عدم اصطحاب الاطعمه الهواتف النقاله والكمبيوتر ممنوع انك تغش وتبص حواليك ممنوع انك طبعا هتبقى مرتبط بتايم فاكتور فلازم تحترم الكلام ده كله في الامتحان. دي اول صوره هستاذن دكتور محمد سعيد يقرا الكويشن اللي على الصوره. اتفضل يا دكتور محمد. حضرتك what items of personal history should be covered. ده اول سؤال. يبقى ده اول سؤال يا جماعه. ممكن اجيب لك سؤال. طبعا الصوره دي استاذ الدكتور حسن قاعد بياخد هيستوري من عم حسن وزي ما انا قلت قبل كده حسن ابراهيم واخدين كونسنت من عم حسن ان احنا ممكن هنحط صورته على الكتاب وهنشارك صورته معانا في اي اكتيفيتي لان ده حاجه من الاسكس اللي احنا كنا بنتكلم عليها في البدايه. فممكن اجيب لك سؤال لان انت ممكن ما تمتحنش اوسكي السنه دي فاجيب لك صوره زي ديت واقول لك الاكزامينر او الفيزيشن بياخد هيستوري من المريض. What are the items? What are the items in the personal history should you cover? ولازم تعدهم لي. واجيب لك السؤال الثاني اللي هو write down a statement summarizing a personal history. هقول لك عدهم واكتب لي statement. دكتور محمد سعيد اتفضل جاوب على هذا السؤال. هو حضرتك بالنسبه للايتمز اوف بيرسونال هيستوري اول حاجه النيم، ثاني حاجه الايج، ثالث حاجه السكس، رابع حاجه الريزيدنس، خامس حاجه الاوكيوبيشن، الماريتال ستيت، الهاندنس والسبيشال هابتس. احنا في الشيت بتاع الجاسو في غالبا الهاند راي يعني لو في يعني ما بنحتاجهاش كتير ولو في مثلا حضرتك اتفضل. تمام. ولو حضرتك طبعا حضرتك فيه طبعا لو كونتاكت ويز ووتر كانال بحيث ده اساسي بالنسبه لنا. ده اساسي بالنسبه لنا حاجه بالنسبه لنا طبعا. تمام. والترافلنج هيستوري ده برضه حاجه بتهمنا بالنسبه لنا فور بنسال برضه البيشنت عليها زائد طبعا دي سبيشال هابتس الخاصه بالبيشنت نفسه. تمام. طيب لو تدينا بقى لو هتكتب انا دلوقتي خلاص اسال السؤال اهوت وعايزك تكتب حتى لو انت هتالف من دماغك بيرسونال هيستوري لمريض يا دكتور محمد اتفضل. تمام حضرتك. هو ممكن حضرتك للبيشنت نقول البيشنت حسن ابراهيم 45 years old male patient from الكنترة كفر الشيخ building worker
married 20 year ago, had three offsprings. The youngest one had 10 years old, and he is a moderate smoker. تمام فين الكونتاكت وسكان الووتر والتراجل اه نو كونتاكت وسكان الووتر كان معايا عندي نو هيستوري اوف ترافلنج ابرود ولا في نو هيستوري اوف ترافلنج ابرود يبقى كده انت عندك الكومنت ناقص انت قلت الايتم لازم تكبر طيب تمام حاضر الدكتوره ماري بتحب تدي كومنت على السؤال ده ممكن يتسال على الصوره دي سؤال بصوره مختلفه بالنسبه للبيرسونال هيستوري هو بس محمد قال السموكينج اندكس ولا قالها جاست مودريت سموكر هو قال مودريت سموكر مودريت سموكر مودريت سموكر هل احنا نحب ان احنا يبقى عندنا يبقى الناس ملتزمه انها تكتب السموكينج اندكس ولا لازم ممكن مايلد ومودريت واكسبتد احنا بالنسبه لنا على اساس مثلا الزملاء في الشيست بيحبوا التفاصيل اكتر فاحنا بالنسبه لنا لو كتب السموكينج اندكس هيبقى ويل اند جود كتب بس انه مودريت سموكر او كده ممكن تمشي بالنسبه لنا مفيش اي مشاكل ممكن اي ايتم يتسال على الصوره ديت سواء كان يعني what is items of the past history هنجيب it's coming انا بسال في البيرسونال هيستوري يعني انا ممكن اجيب سؤال للطالب لانه مش ممكن ما يفتحش اوسكي واجيب له الصوره واساله السؤال بالمنظر ده هل ممكن يتحط سؤال ثاني فوكسنج البيرسونال هيستوري على الصوره دي لا اعتقد ان هو كده مور ذان انف كفرنج ذا هيستوري ان هو يقول الستيتمنت من عنده بقى بس يا جاست احنا عايزين هيعدد الايتيمز وبعدين ستيتمنت كامله بحيث يكفر الايتيمز اللي هو كده ولو هيتحط سؤال تاني ما هو ده يعني ده اورال كلينيكال لو احنا بنسال سؤال من اسئله الاورال اللي احنا بنحطها على الكلينيكال كيسز لان احنا كان ده الايتيم هو كده كفر الجزء الاوسكي اون ذا ستيشن اللي هو كان بياخد الهيستوري من بيشنت فاضل ان احنا نسال سؤال صغير بقى ريليتد للكلينيكال داتا بتاعتنا يعني ده هيجي ان شاء الله ربنا يستر احنا يعني فوكسنج الاول على الاوسبي احنا كده غطينا الستيشن كويس ما هي الستيشن هو يكفر اول ذا ايتيمز يبقى احنا كده غطيناها بالسؤال ده ان هو انيوميريت البوينتس طيب تمام طيب ليتس موف اون الدكتور محمد اتفضل ليست 1 كومبلين related to GIT or liver. السؤال الثاني analyze this complaint. هو في ممكن حضرتك انا برضو يعني ممكن بالنسبه للبيش نبدا كومبلين مثلا زي الابدومينال بين انا عايز حضرتك محمد انا عايز اجابه تمام عايز اجابه تمام. انا قلت لك list one complaint related to GIT or liver يبقى مثلا حضرتك ممكن تقول abdominal pain at the right upper quadrant 2 months ago ده كومبلين تمام طيب كمل وبعدين هنتناقش بعد ما خلص تمام حضرتك هل اكمل اجابه السؤال الثاني اتفضل تمام لو حضرتك هنعمل اناليسز للابدومينال بين في حاجات المفروض بنغطيها الاونست والكورس والديوريشن والسايت والراديشن والاسوشيتد سيمتومز وات انكريز وات ديكريز والسيفيرتي خاصه بالبيشنت فحضرتك لو هنلايز ذيس كومبلين اتفضل تمام مع حضرتك يا دكتور محمد ذا كونديشن ستارتد 2 مانس اجو باي جرادوال انترميتنت ستيتشنج ابدومينال بين ان ذا رايت ابر كوادرنت راديت تو ايبيجاستريك اريا اند تو ذا باك اوبزيت تو ات انكريز باي لاينج فلات اند ديكريز باي لينينج فورورد اسوشييتد ويز انوركسيا ات ذا تايم اوف ذا بين تمام والانتنسيتي انت قلتها اتقلت طيب دكتوره مريم ايه رايك في الـ في الـ في الاجابه دكتور محمد على السؤال او السؤالين هو الاجابه بتاعت الدكتور محمد اوكي بس هي الفكره احنا سايبين السؤال برود يعني احنا ممكن نبقى عشان بس الستريس والكلام من ده نبقى مور سبيسيفايد ناخد حاجه ميجور جي اي سيمتوم واحده اسوشيتد ونأسك اباوت This patient has يعني احنا نقول الكومبلين بتاعت البيشنت واللي هو يقول البريزنت هيستوري مثلا او هاو تو انالايز ذس كومبلين يعني نختار مثلا ابدومينال ديستنشن ومعانا لور لمب اديما هسال على ايه وعلى ايه وعلى ايه يعني يبدا هو يقول انا الايتيمز اللي هنالايز الابدومينال بين
واسوشيتد كان معاه ديستنشن، يعني هو في ابدومينال بين وديستنشن او ابدومينال بين وجوندس. فيبقى احنا الساينز الوقت ما يسعدنيش، بس هو الفكره كان الهدف ان انا اقول له قول كومبلين بالشروط المعينه، يعني انا عايز بيشنت اون ووردس وديوريشن. هو احنا نحدد له الكومبلين عشان ما يبقاش تاني. الدكتور محمد كان على عكس المطلوب، يعني انا لو اقول ابدومينال بين اوف 2 مانس ديوريشن، المكان ده في الاناليسز مكانه مش في الكومبلين، وبعدين بقيده بس بالاناليسز وذا كومبلين على اساس انه التايم فاكتور، لان قلت له ابدومينال بين ودي بريزنت هيستوري هيبقى محتاج وقت اطول ومحتاج يعني هي الفكره ان هو يكفر هاو تو انالايز البين، او لو في ابدومينال ديستنشن وات يو هاف تو اسك، بسال على ايه. طب ايه ايه البوسيبل لو هي ابدومينال ديستنشن، طب ايه الاكيوت وايه الكرونيك وايه الانسيديوس وايه الاكيوت ديستنشن يحصل في امتى وامتى. ما هو دي عشان ده سؤال يعتبر زي سؤال كلينيكال ده هيجي بعدين. انا النهارده بتكلم على انا بسال سؤال على المكان الهيستوري ستيشن، فانا بحاول اديه اقول له اديني وان كومبلين بالشروط العلميه اللي انت اتعلمتها انه بيشنت اون ووردز وديوريشن، واعمل لي اناليسز زي ما تقول محمد اتكلم عن البين الانسيت والكورس والديوريشن والانتنسيتي والراديشن وات انكريز وات ديكريز والاسوسيشنز، ولو خد له تريتمنت ولا ما خدلوش وكومبليكيتد ولا لا. دي الايتيمز انا عايزه يكفر. انا ممكن اساله زي ما بتقول لي بقى بعد التايبس في ابدومنا البيت، ده هيبقى سؤال اورال، ده هيجي ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله ربنا يسر. يعني هو الفكره ان هو انت الطالب هيحتار الاول، طب اختار ايه؟ اختار بين ولا اختار ديستنشن ولا اختار هو حر. انا اعطيله فرصه في الاختيار على اساس ما بقاش مقيده، لو هو مش حاطط في دماغه الابدومنا البين او لو مش مراجعه او مش كده تمام، يبقى هو قدامه فرصه الاختيار بحيث ان هو لو حاجه حتى متقنها يكتبها كويس. تمام يا دكتوره ساميه سمعاني؟ ايوه يا دكتور سامع حضرتك. دكتوره ساميه لو انت هتتسالي سؤال زي ده تحبي ان يكون برود يعني يديك فرصه الاختيار، ولا اوبليجيت على كومبلين معين وتعملوا الاناليسيس؟ لا احب يكون مفتوح وانا اختار اي حاجه اكون محضراها في دماغي كويس. طيب تمام. طيب يبقى الدكتور محمد هنا يا جماعه، طبعا كومبلين ما يتحطش فيديو اسف مكان، يبقى زي ما الكومبلين قالوا اللي هو ابدومينال بين اوف 2 مانس ديوريشن، وبعدين هعمل اناليسيس للكومبلين بالايتم اللي احنا اتفقنا عليها من شويه. هل انت مجهز كومبلين ثاني يا دكتور محمد؟ في حضرتك كومبلين ثاني لو على نفس البيشنت برضه لو جوندس. ماشي خلاص البيشنت او غيره، المهم ان احنا عايزين كومبلين يكون واضح. اتفضل يا دكتور محمد. تمام حضرتك، هو الجوندس حضرتك لو احنا نسال على الجوندس ممكن بنسال على ديوريشن و كومبلين الاول. انت دلوقتي عندك سؤال هو من جزئين، الاولاني اديني الاول الكومبلين. الكومبلين حضرتك يلوش ديسكلاريشن اوف ذا سكن، ده الشكوى بتاع 20 دي اجو. 20 دايز اجو ماشي تمام حضرتك. الاناليسيز الكومبلين في ديوريشن اسوشيتد بين في بريفيوس ابيزودز اوف جوندس، في فيفر او سيستميك سيمبتومز، بروريتس، ويت لوس، كلر اوف ستول اند يورين. ممتاز تمام. مؤقتا تمام. احنا هنكمل. احنا زي ما قلنا يا جماعه لو هيجي لك سؤال زي ده لو سمحت خليك سبيسيفيك، يعني حط كومبلين وحط معاه الديوريشن وبعدين امسك الكومبلين واعمل له اناليسيس. لو انا عايز اسالك على اناليسيس مثلا اقول لك ابدومينال بين بريزنت هيستوري، ده وضع مختلف. هتحط كومبلين تعرفين البريزنت هيستوري اربعه، تحط كومبلين وبعدين تعمل له اناليسيس، تعمل اناليسيس للسيستم وريفيو اذر سيستم، فده هيبقى طويل. ايه هيبقى طويل شويه. سامعنا يا محمد؟ يا محمد سعيد انت رافع ايدك ليه؟ طيب خلونا نشوف السؤال اللي بعد كده. الدكتوره الدكتوره جت معانا اسمها ايه؟ ساميه يا دكتور. دكتوره ساميه على ما تقول محمد يخش ايه للسؤال ده لو سمحت. Describe past history of your patient who is diabetic and was splenectomized 10 years back. طيب لو انت يا دكتوره ساميه هتكفر الباست هيستوري. بنشوف باست ميديكال وسيرجيكال هيستوري،
وبنشوف الهيستوري اوف اوبريشنز او البلاد ترانسفيوجن. مفيش قوي بقى، انت خلاص حددهم ايتمز عشان ما تتوهيش. يبقى هيستوري اوف ميديكال وسيرجيكال وبلاد ترانسفيوجن، تمام؟ ميديكال وسيرجيكال وبلاد ترانسفيوجن، تمام. تمام. طيب لو انا هحط مثال على السؤال ده، لو انت عايز، انا عايزك تجاوب. المريض ده كان دايابيتك وعامل عمليه سبلين من 10 سنين، لو انت هتكتبي بس هيستوري على الدي بي البوست فايندنج يا دكتوره ساميه، تقوليها ازاي؟ ايه طب الديوريشن بتاعه الدايابيتس يعني ممكن انا اقولها من نفسي؟ طب فيها بقى من عندك. نعم. The patient is type 2 diabetes since 20 years on insulin therapy. He is the complicated by diabetic peripheral neuropathy. Yes. The surgical بقى يبقى the patient made the splenectomy 10 years ago. With the no blood transfusion. With no blood transfusion. تمام. يبقى أنا بغطي ثلاثة items. بغطي ثلاثة items: the medical, the surgical, blood transfusion. يبقى the patient was diagnosed 20 years back with type 2 diabetes following blood test examination. He is now in prenatal insulin twice daily. تمام. And he is complicated with diabetic peripheral neuropathy. The patient operated a splenectomy operation 10 years back for hypersplenism, and he the operation was under general anesthesia, not complicated, and he did not receive during the surgery blood transfusion. History of blood transfusion none. دكتور محمد سعيد رجعت معانا؟ انا مع حضرتك دكتور محمد. طيب احنا كنا نقلنا على الباست هيستوري، هل انت مجهز عندك سيناريو لحل الباست هيستوري ممكن نشاركه مع بعض؟ تحت امر حضرتك. حاضر. هو في دلوقتي حضرتك الباست هيستوري، حضرتك بنتكلم جزء ميديكال وسيرجيكال وبلاد ترانسفيوجن. تمام. بالنسبه للجزء الميديكال حضرتك عايز سمرايز ستيتمنت معينه ولا نقول ايتمز؟ انا عايز اغطي الايتمز في الامتحان يا محمد، ده سؤال امتحان. تمام حضرتك. باست هيستوري اوف وان اوف يور بيشنت هو از دايابيتيك وعمل عمليه سكرين من 10 سنين، الباقي ظبطه انت. تمام. تمام. هو patient diabetic 5 year ago on oral hypoglycemic amaryl 3 milligram أو glimepiride. أنا كتبت حتى complicated by peripheral neuropathy on pregabalin 2 year ago. تمام. No other medical diseases. ماشي. غطيت جزء diabetic فقط. ده حاجة ده بالنسبة للجزء الباقي الباست هيستوري. Splenectomy 10 year ago at Hepatic Institute at Kafr Sheikh due to splenic trauma due to car accident. 10 سنين ما كانوش بيعملوا عمليات. ايوه انا بقول لك والله انا ما اعرفش. معرفش حضرتك الصراحه عندهم شغال قريب. انا كنت هناك في 2008 تقريبا 2009 تقريبا عامل انترفيرون ما كانش عندهم لسه سجل. ماشي كمل اتفضل. تمام حضرتك. هو اللي قال لي كده. هو فاكر حتى البيت نفسه كمان الهيستوري بتاعه اللي كان قال لي كده، بس ما اعرفش في كفر الشيخ ولا لا بصراحه. مفيش مشكله. تمام. ديو تو سبلينيك تروما ديو تو كار اكسيدنت ويز هيستوري اوف بلاد ترانسفيوجن تو باكد ار بي سيز وان ستايب. تمام. بس البلاد ترانسفيوجن كان مع رياكشنز؟ لا نو رياكشنز. طيب دكتوره مريم معانا؟ ايوه دكتور محمد. هل تحب تدي كومنت حضرتك على المثال اللي قالته ساميه او المثال اللي قاله محمد؟ هو احنا لما كنا بنسال كنا بنهتم ان الطالب بيبقى سال على كل الايتيمز في الباست هيستوري. هو حضرتك مديله التو بوزيتيف، هو لازم يدينا النيجاتيف. تمام. بس اكتر يبقى النيجاتيف انت سالت على ايه في الايتيمز، يبقى انا زي ما قلنا الايتيمز في البريزنت بنقول الايتيمز في الباست. انا سالت على ايه ولقيته نيجاتيف، بس هو يعني عشان يبقى احنا كده بن فيريفاي النوليدج بتاعتنا. انا مدياك البوزيتيف وانا عايزه منك النيجاتيف. يبقى هو كده مطلوب منه انه هي كفر ان ديتيل البوزيتيف ويكسكلود النيجاتيف. يعني لو قلنا باست ميديكال هيستوري زي ما قالت ساميه زي ايه ايه الميديكال بقى اللي بنسال عليه. هو ده قصدي يعني. بالظبط. يبقى ذا بيشنت دايجنوزد 20 ييرز باك
with type 2 diabetes following blood glucose testing. He is now in pre-mixed insulin twice a day and is complicated with peripheral neuropathy in treatment. The patient has no hypertension, no TB, no rheumatic fever, no hepatitis C, no hepatitis B. تمام. ونكفر بقية الايتمز الميديكال. بالنسبة لي the patient operated with splenectomy 10 years back for hypersplenism. The patient operated under general anesthesia with no complications and did not receive blood transfusion. ممكن يبقى blood transfusion blood transfusion هيكتب مع serum transfusion وهيكتب لوحده. تمام؟ يعني لو لانه ممكن يحتاج blood transfusion بره السيرجري. يعني this patient had history of blood transfusion with units of blood before surgery او 1 year before surgery او later on, فممكن يحتاج blood transfusion منفصل عن الايه عن العمليه. تمام. في سؤال بيقول وبقيه التفاصيل من عندنا يا دكتور زي الدواء اللي ماشي عليه. انا الفكره انك يعني هو السؤال مفتوح, فانت المفروض المريض قدامك هتاخد منه التفاصيل. انت لو ساب قدامك المثال مفتوح انت ظبطه بحيث يبقى انت بكفر كل الايتمز. يعني انت املى الجابس بمعلومات تكون بس ساينتفك واملاها زي ما انت عايز مفيش اي مشاكل. دول كانوا ثلاث امثله يا جماعه على السؤال اللي ممكن يجي للهيستوري. لو احنا مش هنمتحن اوسكي ممكن يجي سؤال على البيرسونال هيستوري, ممكن يجي سؤال على الوان كومبلين وتعمل اناليسز, وممكن يجي سؤال على الباست, وممكن يجي كمان سؤال على الفاميلي هيستوري. ويقول موف اون للساينز, وانا بنصحكم انكم تراجعوا الصور بتاعه الساينز اللي في الكتاب النظري والكلينيكال وكتاب الام سي كيو والسيلف اسسمنت, لانه غالبا احنا الصور هنبقى يعني مش هنطلع بعيد عن الصور الكومن اللي انتم بتشوفوها كل يوم. دكتوره ساميه اتفضلي اسئلي السؤال ده لو سمحتي. What is the fingernail abnormality seen? What grade is it? تمام. Oh, give 3 GIT causes of this abnormality. طيب ممكن تجاوبي على الأسئلة الثلاثة يا دكتورة سامية؟ أول سؤال هيبقى clubbing. تاني سؤال هيبقى grade 3 اللي هو الدرامستيك. تالت سؤال ممكن الـ IBD والفاميليال بلوبوزيس والسياتوريا. طيب انا بقى يعني اول سؤال what is the fingernail abnormality seen. اقول بيل كلابينج. بيل كلابينج ولا تقولي بيل ولا تقولي بلو, نيل كلابينج. شكرا جزيلا. تمام. ما تحطيش نفسك في كورنر, عشان لو ما طلعتش نيل كلابينج هتاخد صفر. تمام. يبقى دايما ما تتحزلقش وخليك سيمبل وبسيط. What is the fingernail abnormality؟ يبقى clubbing. شكرا جزيلا. ما تقوليش بقى drumstick, ما تقوليش word بيك, عشان لو طلعت غير كده هيبقى الإجابة غلط. لما أقول لك what is grade يعني اللي فوق ده إيه يا دكتورة سامية؟ ده برد بيك وده برد بيك واللي تحت drumstick. فدايما لو جالك السؤال الأولاني بس يبقى نيل clubbing. هسألك عليه السؤال الثاني grade لو أنا عايز. لكن لو جبت لك السؤال الأولاني بس ما تبقاش إيه؟ يعني ما تحطش نفسك في gray zone. الجي اي تي كوست اوف كلامينج يعني مهمه, لازم تبقى عارف زي ما انت قلت الاي بي دي, الاستياتوريه, الفاميليال بولبوز, البرايمري بيليس الروزس, الهيباتوبالمونري سيندروم, والهرزل او الكرونيك بولبوزس. دي من الحاجات المهمه جدا. ولو المريض طول قوي في الكانسر او سوزوجاس كانسر استومك ممكن يحصل معاه ايه الكلامينج. دكتوره مريم هل ممكن يتسال على الصوره ديت اسئله ثانيه غير الثلاث اسئله دول؟ هو ده اللي احنا يعني most usually بنسأله في على الكلابينج. والجريد احنا زودناها المرة دي, يعني احنا زودنا ان احنا نسأل على الجريد. احنا كنا بنطلب من الطلبة ان هم يقولوا just clubbing وما يحاولوش يقولوا الجريد, بس هي اعتقد ان الصور دي more يعني evident للشكل, هو يقدر يقول الجريد clearly. بالضبط. يعني هو الصور دي اللي دي الثلاث صور الموجودين معاهم في الكتاب وفي المحاضرة اللي احنا شرحناها من شوية. فلو هنجيب صورة هنجيب صورة من دول. انا بقول لو احنا ما جبناش السؤال اللي في النص وقلت لك السؤال بس What is the fingernail abnormality? قول لي clubbing, ما تزنقش نفسك. لو سألتك بقى على الجريد هيبقى ده سؤال منفصل, تبقى الامور فيه اوضح. والكوزز طبعا لازم تبقى انت عارفها لانها من ضمن الاسئله اللي احنا بنسالها, وحاجه مهمه انك تبقى عارفها. طيب ليتس موف اون على السؤال اللي بعد كده. دكتور محمد سعيد معايا؟ بحضرتك يا دكتور محمد. دكتور محمد اتفضل اقرا السؤال ده. What's the complexion seen in the conjunctiva?
سؤال الجزء الثاني give the possible causes. ده حضرتك الموجود ده بلور حسب ما انا شايف الصوره يعني. تمام تمام حضرتك. possible causes ممكن نقول عليها ان انيميا فور ديفرنشال دايجنوزس بقى على حسب. تمام هرجع اسالك سؤال, هو كل بلور انيميا؟ دكتورة سامية لو انت هتجاوب على السؤال ده تجاوب عليه ازاي؟ ايه السؤال ده, هل كل بلور انيميا ولا السؤال ده؟ لا السؤال قدامك, هو ده سؤال في الامتحان جاي لي, سؤال في الامتحان. الكومبليكشن هقول ان هو بلور برضو. ايه البوسيبل كوز, هو موست كومن كوز بيبقى الانيميا. انا قلت لك بوسيبل كوزز, السؤال واضح اهو. سؤال بوسيبل كوزز ممكن اديما, اديما في الاي ممكن. طيب هو على اي حال كلمه كومبليكشن يا جماعه تساوي كلمه ايه؟ كلر. يعني ممكن اقول لك what is the complexion او الكلر seen in the conjunctiva او في الاي, فانت هتقول لي ايه زي ما انت قلته بالور. possible cause طبعا زي ما انت محمد سعيد وانت قلتي طبعا الانيميا رقم واحد, لكن في اللي هنا ممكن يبقى في حاجات ثانيه. الهايبوثايرويديزم ممكن تدي منزل البالور. تمام. وكان في دواء زمان اسمه الاتيبرين. اتيبرين اه, بس الاتيبرين كان بيعمل سيركم كورنيال يعني حول الكورنيال. تمام. ويبقى الاتيبرين كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تتكتب, والهايبوثايرويديزم والايه الكاروتينيميا يا دكتور محمد. تمام استاذ حضرتك دكتور محمد, هو مش الجزء ده كان بيغطى اكتر في جزء الجوندس يعني الاتيبرين يعني كان بيكفر في جزء الجوندس شويه؟ هو الاتيبرين بيعمل جوندس ولا بيعمل بالور؟ جوندس هو كديفرنشال مع الكاروتيميا كديفرنشال معاها. يبقى احنا معانا هنا الانيميا البالور والهايبوثايرويديزم والاتيبرين دول بيعملوا الكاروتينيميا, ممكن تدي كونفيوجن مع الجوندس. يبقى اما اقول لك كوزس يبقى, لكن اقول لك ذا موست بوسبل كوز يبقى انا محتاج سبب واحد, وطبعا لازم تكتب لي رقم واحد لايه الانيميا. لكن لو كوزس يبقى في اكتر من الانيميا طبعا اهم, لكن ممكن تحط عليها كمان زي ما قلت لك الاتيبرين والهايبوثايرويديزم. دكتوره مريم هل ممكن يتسال على السؤال على الصوره دي اسئله ثانيه؟ دكتور محمد ايوه ممكن نسال ال what other sites to check for بالور. ما انا مش ممكن... هقول بالور بقى, انا هقول له what other, ما هو بعد ما يقول بالور ده بعد ما يقول يعني اقول له what other sites you can check this pathology. اه يعني to check يعني confirm على نفسه ان هو ده بيل ولا مش بيل فعلا. تمام يبقى ده سؤال ممكن يضاف كسؤال ثالث, what other sites you can confirm this finding او what are the other sites you can check for the same finding. تمام يبقى انا ببص ثاني فين على البالور دكتوره ساميه؟ ببص على البالم اوف ذا هاند والنيل فولد واللبس. ممتاز جدا, وممكن كمان في البالمر كريسز. تمام يبقى انا السؤال ده ممكن يجي يقول what is the complexion او color seen in the conjunctiva بالور, give possible causes الانيميا وقلنا الاتيبرين والهايبوثايرويديزم. في زميل بيقول هل ممكن له cardiac output manifestation, بتعمل اكتر في السكن البريفرال اكتر من الناتيف او الموجوده في الاي, لكن نظريا ممكن. تمام الدكتوره مريم اضافت سؤال ثالث ممكن يتسال برضه, وده يا ريت نكتبه معانا لانه لو في الريكوردنج زي ما هنشاره بعد كده يا ريت تحطوه معاكم في الحسبان برضو, اللي هو what are the other sites you can confirm this pathology او you can confirm your findings, انك تدكت البالور فول كمان زي ما الدكتوره ساميه قالت بشوفه كمان في اللبس والنيل فولت وكمان في البالمر كريس. طيب ليتس موف اون على السؤال اللي بعد كده الدكتور محمد سعيد عشان السؤال ده صعب على الدكتور. What's the abnormality seen in buccal mucosa؟ هي باينه الاول يا دكتور محمد في الصوره؟ أكبر أنا بالنسبة لي حضرتك. هو في بلاك كولر بلاك كولرز كده حضرتك على ده اللي أنا شايفه بلاك كولر. أنا مش هقول لك عليها آيات على اللبس, وفي كمان هنا في البكر الميكوز تحت صابعي اللي هو ده.
شايف اهو اهي تحت البتاع تمام باين يا دكتوره ساميه؟ ايوه باين يا دكتور. طيب تمام. ده توكسيستي يا دكتور محمد اعتقد ده ممكن يبقى التوكسيستي ليه توكسيستي او على ما اتذكر ليه توكسيستي. طيب انا محتار في الاجابه. طب ما تقرا السؤال الثاني مجاز يحل لك المشكله. خليك برضو ناصح وانت بتقرا اسئله الامتحان. ساعات نتعاطف مع الطالب المسكين ونحط السؤال الثاني يحل السؤال الاولاني. كمل كده السؤال الثاني يا محمد. In the girl, in a girl with anemia and polyps 0.2. هنا ناقص كلمة it يعني قبل points 8.2. تمام. ده كان حضرتك كان اللي هو كان جزء كان في البوليبس اللي خاصه بالكولونيك بوليبس. ايوه كان... ايوه هو في الجزء ده تقعد بقى تتكلم فيه طول الامتحان لغايه ما الوقت ما يخلص. لا بيتز جيجر سندروم تقريبا. برافو عليكي. برافو والله لو بمتعني شافه هديكي فول مارك. بيتز جيجر سندروم. بيتز جيجر سندروم دي فعلا حاله من الحالات اللي متابعه معانا. اي نو ذا بيشنت شي از ماي بيشنت سينس 2014 وطبعا لها هيستوري طويل قوي ما زالت بتجيلنا. The abnormality seen in the buccal mucosa is brown pigmentation. دي brown pigmentation يا جماعة. تمام؟ In a girl with anemia and polyps, it points to Peutz Jeghers syndrome. طبعا ده سؤال صعب شوية لكن ده بقى ممكن يبقى سؤال للناس المتميزة. تمام؟ طيب let's move on على طبعا الصور دي كلها موجودة معاكم في المذكرة عشان كده بقول لكم لو سمحتوا راجعوا كل الصور اللي في الكتب النظري والكلينيكال وكتاب السيلف اسسمنت. طيب الدكتورة سامية تفضلي. What is the abnormality seen in the palm of the skin? Describe the lesion in patient with liver cirrhosis. It is due to infection, hypoalbuminemia, high estrogen level. الabnormality دي اللي هي البالمر إريسيما. ممتاز. الليجن عبارة عن redness في the base of the fingers والسينر والهايبوسينر وcentral بالور. غير صحيح. redness فين؟ في the base بتاع البال. السكين يا دكتورة في السكين. في السكين البيز دي معناها الجوه اللي هو العظم والحاجات دي لكن ريدنس ان ذا سكين اوفرلاينج البيز بتاع البيك تو والسينر والهايبوسينر والهيتس بتاعت الميتا ايه؟ الميتا كاربلز والسكين يعني الريدنس ده في السكين ده كيوتينيوس السكين. تمام؟ النقطه دي بتنسوها كتير قوي يعني انت الحقيقه مش اول واحد ينساها قول الناس تنسى كلمه السكين ده ريدنس في السكين اوفرلاينج بقى البيز والسينر والهايبوسينر والهيتس اوف ذا ميتا كاربلز والسنترال بالو زي ما انت تقولي عشان تبقى اجابتك كامله وما تنقصش حاجه. تمام. برافو عليك كملي. هيبقى السبب بتاعه هاي استروجين ليفل او ممكن برضو اللي هو بيبقى فيه فازو دايليتور ماتيريالز كتير احنا عشان كده ما حطيناهاش عشان ما نتوهكيش يعني في خلاف هل هو له علاقه بالفازو دايليتور ميتابولايتس ولا بالاستروجين ليفل فانت هتختاري من اللي موجود قدامك عشان كده ما حطيتش اختيار رابع. هختار من هنا الهاي استروجين ليفل. الله ينور عليك لكن لو انا حطيت لك بقى الاختيار الرابع هتلاقي نفسك في الكونفوجن لانه الكلام مش اكيد. تمام فعشان كده لما بنسال سؤال زي ده بنحط الاجابه تبقى ايه واضحه ومفيش عليها خلاف. شكرا دكتوره ساميه. دكتوره مريم في ممكن يتسال على الصوره دي سؤال بصوره مختلفه. ممكن نسال وات يعني وات از وات ذس ساين امبلاي واذر ساينز اوف هيباتوسيلر انسفيشنسي. يعني ممكن تقولي ايه معلش السؤال تاني يا اما اسال الساين دي امبلاي وات يعني جيف مي امبلاي انديكيتور انديكيتور لكذا. تمام الانديكيتور اوف وات او وات ار ذا اذر ساينز تو تشيك ان ذا سيم بيشنت تو كونفيرم هيباتوسيلر انسفيشنسي. تمام سؤالين جمال يا جماعه سؤالين جمال جدا. ممكن اقول لك بقى يعني سؤال رقم 4 ان ا بيشنت ويز ليفر سيروزس ات از انديكيتور فور ليفر سيل فيلير. وممكن تحط سؤال ثاني مكان السؤال ده What other signs which indicate a chronic liver cell failure in the same patient. يبقى تقعد تعد لي ممكن اطلب منك عدد معين بقى عشان الوقت تايم فاكت اقول لك مثلا جيب خمسه او فايف other signs of chronic liver insufficiency او chronic liver cell failure. يا ريت نزود السؤالين دول لان دول برضه ممكن يتحطوا على سؤال زي ده. تمام؟ Let's move on. دكتور محمد سعيد. محمد مع حضرتك. انا بجيب لك الاسئله الصعبه يا دكتور محمد.
يا ده تحت عمرك ده مش مشكلة عادي. This lesion at the angle of the mouth was seen. What is it? What vitamin is mostly the deficient deficient one? كده انا حليتها لما بديلك عشان كده الاول هي باينه ماشي ماشي دكتور. لو انا مش مركز معاك في الامتحان دكتوره ساميه سامعاني؟ ايوه يا دكتور. احنا في الامتحان ساعات بنبقى ستريسد ومش مركزين والمعلومه بتبقى طايره من دماغي، فساعات لما اقرا الجزء الثاني من السؤال يحل لي الجزء الاول من السؤال، فدايما يا ريت اقرا السؤال كله على بعضه قبل ما ابدا الاجابه، على اساس جزء الرقم 2 ده يحل لي الجزء رقم 1. اتفضل يا دكتور محمد. دي طبعا الليجن انجلر سوماتايتس. شكرا ممتاز. الحاجه الثانيه حضرتك الفيتامين ديفيشنسي على ما اعتقد عشان برضه بتلخبط فيها فيتامين بي بي فيتامين بي بي 3 تقريبا على ما اعتقد اللي هو خاص بالبلاجر رايبوفلافين يا محمد اللي هو بي كام يا دكتوره سامي؟ بي 1. لا البي 1 الصايمين بي 3 رايبوفلافين ديفيشنسي يا جماعه بي 2 بي 2 اللي هو بي 2. نعم دكتوره مريم ممكن يتسال على الصوره دي سؤال بصوره مختلفه؟ مش هيبقى نفس الصوره، احنا هنشوف كل الساينز اوف فيتامين ديفيشنسي اوف ذا ماوس يعني تمام. لكن على نفس على نفس الصوره دي على الصوره على الصوره نفس الصوره صعب هي يعني هيجي صور ثانيه حاليا نجيب صور تانية للفيشر دي تانج لل موجود للدراي او سكيلي تانج هيجي ان شاء الله، لكن بتكلم بالنسبه للصوره ديت يعني السؤالين دول مش هيبقى فيها حاجه تانية غير هم اهم حاجه لازم يركزوا على الساينز اوف فيتامين ديفيشنسي اللي موجوده في الماوس او الماوس ابنورماليتي لان دي مهمه. طيب ممكن نعددها معاهم كده برضو عشان يفتكروها. لو انا لقيت ستروبري تانج اللي هو ده انديكيتور لايه؟ لو لقيت فيشرد وبعد كده هل الجيوغرافيكال ممكن اجيب صورته وهل هو ده نورمال ولا ابنورمال؟ الجيوغرافيك موجود معانا في المحاضره دي. تمام. الريد جليزد برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا. والسنه اللي فاتت في الامتحان فوجئنا في من ضمن الحالات اللي بنمتحنها انه كان في مريض ريد جليزد طالع. وطبعا قبلها في ناس شاطره كتير طلعت الايه؟ الفاينل. فزي ما الدكتوره مريم قالت نراجع الساينز اوف فيتامين ديفيشنسي على الاورال كافيتي يا جماعه، دي من ضمن الحاجات وفي صور موجوده معاك في المذكره. طيب ليت اس موف اون. دكتوره ساميه اتفضلي. What is the vascular abnormality seen around the umbilicus in this cirrhotic patient? In patient with liver cirrhosis it is a sure sign of the direction of filling away from the umbilicus towards the umbilicus from upward to downward. قبل ما تجاوبي يا دكتوره سامي الصوره اللي تحت باينه؟ ايوه باينه. ده مريض طبعا بيجي لنا واحنا حبيبنا فبيجيبه بالتليفون في الامتحانات، يعني لو قدر انك هتمتحنه السنه دي وواضح انه هيبقى صعب فالمريض ده موجود، يعني دي صوره المريض من مرضانا اللي بيجي لنا في العياده. فدي لو انا هجيب السؤال يعني ممكن اجيب الصورتين او اجيب الصوره اللي تحت. تمام عشان تبقى واضحه بس بالنسبه للناس عشان الناس تركز، والصوره دي موجوده في المذكره معاك. والسؤال ده من ضمن الاسئله المهمه جدا 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 جدا. اتفضلي يا دكتوره سامي. ايه الابنورماليتي دي اللي هي الكابت ميدوزا. برافو عليك. ايه ان ابيشن تويست روزس ات از ا شور ساين اوف ان هو في بورتال هايبرتنشن؟ ايوه على طول برافو عليكي ان تجسور ساين اوف بورتال هايبرتنشن، الدنيا مقفوله اهي ما هو بيعمل ده البورتال هايبرتنشن، برافو عليكي. تمام. الدايركشن اوف فيلينج اواي فروم ذا امبليكس. الله ينور عليك، تطلعي فوق الامبليكس تلاقي ابورد، تروحي تحت الامبليكس تلاقيه داون وورد، تروحي في اليمين تلاقيه رايت سايد، تروحي في الشمال تلاقيه ليفت سايد، لكن اللي مجمعهم كلهم مع بعض ايه؟ هم اواي فروم ذا امبليكس. اواي فروم ذا امبليكس. ايوه. دكتوره مريم هل ممكن يتسال على الصوره دي اسئله ثانيه؟ ممكن نسالها بطريقه ثانيه بدل ما تبقى ام سي كيو نقول determine the direction and the cause with different causes. يعني الدايركشن ماشي لكن different causes دي مقصود بها ايه؟ الاذر لو الدايركشن ان ذا اتس نوت فروم ابورد تو داونورد هيبقى ايه الكوز؟
تقصدي الفينيا كيفال الثرومبوز حالات الكيفال اوبستراكشن؟ ايوه يعني احنا نقول بقى الكوزس والدايركشن. زي ما انت عارفه انه في حالات الكيفال اوبستراكشن بتبقى البلاد فيزل اكتر على السايتس اوف ذا ابدومين. تمام. هي فمحتاج ان انا اجيب له صوره فيها سايتس اوف ذا ابدومين، لكن انا ممكن زي حضرتك بتقولي ما ساعدوش وادي له ام سي كيو واخليه هو يقول الدايركشن اوف فيلنج از. لو انا عايز ادخل هو الدايركشن هو يجتهد. نعم، هو يعني احنا سألنا السؤال ده تقريبا بقالنا سنتين بنسأله، هو نفس السلايد ونفس السلايد. فاحنا كنوع من التغيير ان هو ينيوميريت اللي هي الموجوده في التست ذات نفسه في كتاب الكلينيكال وهي مشروحه. لو الدايركشن وانا بعمل الميلكينج تيست بلاقي الدايركشن اوف فيلنج، لو هو من هنا لهنا يبقى الكوز ايه، لو هو من هنا لهنا يبقى ايه. تمام. دي احنا كده كده المحاضره اللي جايه هتبقى عن التستات، فممكن نسأل عليها سؤال بنفس القصه ان شاء الله ربنا يسهل. طيب شكرا دكتوره مريم. ليتس موف اون يا شباب عشان الوقت. الدكتور لا هرجع بقى للدكتور سامي عشان الاسئله دي لازم الطلبه يكونوا عندك. اتفضلي يا دكتور سامي. لو حد يا جماعه حابب يشارك تاني غير الدكتوره سامي يعني تعرف. دكتوره سامي اتفضلي. What is the abnormality seen in the eye? What exact color in the pathology? Give it the different clinical types and one cause for it. قبل ما تجاوب على السؤال يا دكتوره ساميه، الصور واضحه؟ ايوه يا دكتور الصوره. في الاربع صور بتوع الجوندس اللي موجودين في المذكره اللي معاك او الكتاب الكلينيكال اللي معاك. تمام؟ ايوه. واضحين الجوندس فيهم؟ واضحين. طيب الصوره اللي انا بشاور عليها دي فيها فرق مع الصوره اللي تحتيها؟ فين؟ مش باين. لا هو الصورتين اللي تحت بعض رقم واحد واثنين دول تقريبا نفس الشخص. هو نفس الشخص ده، وبرده كان اسمه حسن بالمناسبه. لكن رقم اثنين وثلاثه دول الجوندس هنا مختلف عن الجوندس اللي هنا؟ مختلفة. طيب ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ هو الشخص الاولاني ده اللي هو الاوليف جرين جوندس باينة يعني في الصورة عندي، كنت شايفاها عندك شايفة انها اوليف جرين؟ شايفاها مخضرة. طب ممتاز، يعني دي لو جت في الامتحان على اساس ان اطلب الكلر تبقى واضحة. ايوه، بس الاثنين اللي تحتها بقى يعني شايفاهم صراحه شبه بعض قوي، مش عارفه افرق بينهم. هي دي اغمق شويه، اللي هي فوق دي شويه اغمق من اللي تحت. طيب نجاوب على الاسئله مع بعض كده. What is abnormality؟ هتبقى الجوندس. برافو عليك. لو انا ما جبتش السؤال الثاني، لو انا ما جبتش السؤال الثاني هيبقى نفس زي ما كنا بنعمل في الايه في الكلابنج اوف فينجرز. ما تزنقش نفسك، لان انت ممكن تقول لي اوليف جرين وتطلع هي ليمون يولو او اورنج. فلما تنقش وات از ابنورمال سين ان ذا اي جوندس، شكرا جزيلا كده ابقى مجبر ان انا اديك فول مارك. لكن لو قلت لي اوليف جرين وهي ليمون يولو يبقى انت بتقول اجابه غير صحيحه. متفقين يا دكتوره ساميه؟ متفقين. ممكن بقى لو الصوره دي واضحه وهكتر الاسئله فممكن اجيب عليها وات ار ذا اكزاكت كلر عشان تقول لي في الصوره اللي فوق دي اوليف جرين وديت ليمون يولو وديت ايه اورنج يولو، لو هي واضحه. بس طبعا لو هجيب سؤال على الكلر محتاجين يكون واضح جدا. كملي يا دكتوره سامي اتفضلي. الكلينيكال تايبس اوبستراكتيف جوندس، الكوز مثلا كانسر هيد اوف بانكرياس او جول بلادر ستون. خلاص انا عايز سبب واحد بقى، ما تكتريش على نفسك. تمام. الهيموليتيك جوندس في مثلا هيموليتيك انيميا. ده كلام عام، انا عايز مرض، عايز ديزيز. الثلاسيميا مثلا. ماشي، برافو عليك. ماشي. ثالثه هيباتو سيلولار جوندس، زي مثلا في الليفر سيروزس. ممتاز، رائع كده كده اجابه في الجون زي ما بيقول. طيب دكتوره مريم، هل ممكن يتسال على الصوره دي سؤال بصيغه مختلفه؟ لو ان بيشنت ويز اوبستراكتيف جوندس كوم، يعني نسال على الابنورماليتيز اللي موجوده في البلس في او نسال على الكلينيكال ساينز الموجوده الثانيه، كلر اوف يورين اند ستول. ممكن كان تبقى الجدول الكلينيكال اللي هي البيت سايد دايجنوزس اوف جوندس. هي دي الاذر حاجات اللي هي ريليتد كلينيكالي ان بيشنت هو جوندس. كلر ايه وكلر ايه ثاني؟ ما هو الفكره، بس لو هو الفكره انه ممكن الامتحان يبقى في مكان ما تبقاش فيه الصوره واضحه، فلو انا هبقى شور ان الصوره دي هتظهر عند اوليف جرين هساله السؤال ده، يبقى سؤال رائع جدا. اقول له وات از ديبكتد كلر اوف يورين اند ستول.
صح ما اختلفناش. او انا يعني بدل ما اقوله ال different clinical types differentiate ال three other clinical types, مش الاكزامبل بقى هيقول color of urinary fistula من في ال clinical types. ممكن فعلا يبقى سؤال جميل, يبقى اقوله differentiate between the clinical types as regard the color of the pathology, color of urine and the color of stool, ويعملهم في جدول. يا ريت برضه يعملهم في جدول صغير بس. يا ريت نجمع السؤال ده برضه, ده صيغه كويسه للسؤال يا جماعه. طيب ليتس موف ان تو محمد سعيد بقى عشان بقاله فتره ما شاركش. السلام عليكم محمد. واتس اب نورمالتي سين ان ذا ان ذا ليج, what type of pathology is the lesion, what type of pathology is the lesion, all the following are recognized unilateral causes of this abnormality except. تمام. طيب دكتوره ساميه, هل الصور واضحه؟ ايوه يا دكتور واضحه. دي كل الصور اللي لهذا الباثولوجي اللي موجوده في الكتاب الكلينيكال وكتاب السيلف اسسمنت وكتاب النظري. تمام, الصور دي كلها واضحه؟ فيها صوره مش واضحه؟ لا ما فيهاش حاجه مش واضحه. طيب دكتور محمد سعيد اتفضل. What is the abnormality seen in the leg? What is the abnormality seen in the leg? Bilateral beating lower limb edema. مين اللي قالها bilateral؟ باينة في الأول صورة, باينة في الناحيتين اللي هي bilateral. هي نفس الرجل يا محمد, ركز. نفس من آسف معلش. يبقى أنت دايما خليك برود يا محمد. لو قلت لي bilateral lower limb edema هديك صفر. تمام. تمام؟ تمام يا دكتور. أنا محتاج منك كلمة إيه؟ لور ليمب بيتنج لور ليمب ديما. اقرا السؤال الثاني يا محمد, اقرا السؤال الثاني عشان تعرف ان السؤالين منفصلين. وات تايب اوف باثولوجي از ذا ليجن. ممكن يبقى السؤال الاولاني يبقى اجابته ايه؟ لور ليمب ديما. التايب بيتنج. شكرا جزيلا. بيتنج. انا مش عايز اكتر على نفسي ومش عايز احط نفسي في كورنر, ايه يعني مش عايز يبقى فيه شطط في التفكير. معايا يا دكتوره ساميه؟ ايوه يا دكتور. مش عايز يبقى فيه شطط, انا عايز المختصر المفيد في الجون. What is the abnormality seen in the leg lower limb edema? What is the pathology seen beating lower limb edema? تمام؟ يعني ما نقولش التفاصيل غير لو هو طلب مني. انا مش عايز تفاصيل, انا عايز منك كلمه ونص. انا عايز طيب. What is the type? الطيب كذا. الابنورمالتي, الابنورمالتي كذا. تمام؟ لكن لو انت مثلا فوق abnormality seen beating lower limb edema او non beating وهي beating, هبقى الاجابه غلط مش صح. وبعدين بدأ انا سالت حطيت رقم بي على اساس ان انا اعفيك من الاولاني, لكن لو انا ما سالتش السؤال الثاني ممكن تقول لي بيتنج لور ليمب ايديم. لو انا قلت وات از ابنورمالتي سين ان ذا ليج يبقى بيتنج لور ليمب ايديم. كامل يا دكتور محمد اتفضل. All the following are recognizing unilateral causes of abnormality except liver cirrhosis. تمام. السيلولايتس ممكن يعمل unilateral lower limb swelling او ايديما. الدكتور اللي كان بيسال في بداية المحاضرة ليه قلنا على الراجل اللي كانت رجليه كبيرة زي ما هيجي في الصورة هو بعد شوية, ليه قلنا عليها سويلنج وما قلناش عليها إديمة؟ تمام؟ لأنه ممكن يبقى السويلنج ده مش إديمة, ده عبارة عن ميكزيما تصيف صفحات الميكزيما اللي هي بتقول عليها نون بيتنج. الليبر سيروسز ده حاجة سيستميك بتعمل إديمة في التو سايتس مش يونيلاتر. اليونيلاتر فيه حاجة مرتبطة باللوكال سواء اوبستراكشن الفينوس سيركيوليشن أو الليمفاتيك سيركيوليشن أو انفكشن اللوكال. تمام, دي تبقى تعمل لوكال او يونيلاترال, لكن البايلاترال طبعا مع الليبر ايه سيروز. دكتوره مريم, هل ممكن يتسال على الصور دي اسئله اخرى؟ لا, هو احنا يا اما بنقولهم ام سي كيو يا اما بنقولهم انيوميريت اليونيلاترال كوزس او الديفرنت تايبس اوف لور ليمب ايديما. تمام. اند كوز ديفرنت تايبس اند وان كوز اوف فور ايتش تايب. تمام, يعني هيقول يعني الهارد والهارد نون بيتنج تبقى ايه, ومثال لكل واحده. ومثال لكل واحده. تمام, والسؤال الثاني ايه حضرتك ما سمعناش؟ يا اما احنا بننيوميريت الكوزس اوف يونيلاترال بدل ما تبقى ام كيو, يا اما يا اما نقول او انيوميريت ديفرنت تايبس اوف لور ليمب اديما ديفرنت كلينيكال تايبس اوف اند وان كوز. طيب تمام ليتس موف اون. احنا يا جماعه معانا دقيقه ونص لو البرنامج فاصل هنطلع وندخل بنفس الرابط تاني. اتفضلي يا دكتوره ساميه.
The leg of a cirrhotic patient was found hot, red, and tender. What is the abnormality seen in this leg? ايه رايك؟ دي شايفه ان هي سيلولايتس. تمام. ريد هوت اند تندر تساوي ايه؟ انفلاميشن. تمام. انفلاميشن هنا مع اللون الاحمر ده والمريض سيروتيك بتبقى ايه؟ سيلولايتس. تمام. دكتوره مريم هل ممكن تسال على الصوره دي اسئله اخرى؟ لا بالنسبه للطلبه صعب. طيب يعني تمام. دي تمام. طيب الدكتوره ساميه تاني. طب بالنسبه لنا احنا دكتوره مريم في حاجه طيب ولا ايه؟ لما معاد هقول لك يا محمد ما تقلقش ما تصبرش انا عمال ابص فيها برضه بحاول تقلقش. لا هي بص جراديوات عشان اعذبهم بس على اليوتيوب راجعها براحتك وقدامك الاسئله اللي عليها. دكتوره سامي اتفضلي عشان السؤال ده كومن قوي بنساله كتير. هتقري السؤال وهنجاوب في العودة للتحميل البرنامج. تمام. What is the abnormality seen in this 50 years old cirrhotic male? بين Describe it. أيوة بين. طيب فضل. Describe it. Name three drugs that may cause it. What is the possible cause in patient with liver cirrhosis? Which diuretic drug produce this lesion? انا جمعت تقريبا الاسئله كلها اللي احنا بنسالها على نفس الصوره. طبعا هي الصوره دي موجوده معاكم برضو وموجوده في كتاب السيلف اسسمنت، ودي الاسئله في كل الامتحانات اللي احنا امتحناها مختلفين، يعني ما بنسالش خمس اسئله لكن كل احنا جمعنا يا جماعه كل الاسئله، لكن انا جمعت كل الاسئله اللي مش هتسال على نفس الصوره كل الاسئله، لكن انا بجمع كل البوستبل كويشن اللي ممكن تتسال على نفس الصوره. انا يهمني قوي ان الصوره واضحه في الـ كلينيكال فايندنج، وبعدين تبدا دكتوره سامي اتفضلي جاوبي على الاسئله. دكتوره سامي الابنورماليتي دي اللي هي الجاينيكوماستيا. تمام. ديسكرايب ات بليز، يعني الديفينيشن بتاعها يعني. طب بالظبط اللي هي بروليفريشن اوف ذا سب اريولار تيشو ان ذا ميل بريست. ممتاز. نيم 3 دراجز ذات مي كوز ات، اللي هو الاتش 2 بلوكر خاصه السايميتيدين. السبيرونولاكتون. ممتاز. والديجيتاليس. تمام. What is the possible cause in patient with liver cirrhosis? High estrogen level. ممتاز. Which diuretic drug قلنا اللي هو السبيرونولاكتون. ممتاز. دكتورة مريم سامعاني؟ دكتور محمد اتفضل. هل ممكن يتسال على نفس الصوره دي سؤال بصيغه اخرى؟ This is more than enough. For this clinical sign, more than enough. Let's move on يا جماعه. السؤال ده مهم جدا يا دكتوره ساميه. زهقت يا دكتوره ساميه؟ دكتوره ساميه سامعاني؟ دكتور محمد سعيد. طيب يا دكتور محمد مع حضرتك. دكتورة سامي شكلها زهقت. تحت امرك يا دكتور. لا ما زهقتش والله، ده كان في ميوت بس. طيب اتفضل يا دكتور محمد. In a patient with liver cirrhosis, this lesion was seen in his chest. What's the lesion? Describe it. What are its differential diagnosis? Diagnosis مش diagnosis. دكتورة سامية الصور واضحة؟ واضحة يا دكتور. دول الصورتين اللي موجودين في الكتاب الكلينيكال، واعتقد انهم واضحين من اوضح الصور اللي احنا لقيناها للليجن دي. دكتور محمد سعيد اتفضل جاوب. What's the lesion؟ هيبقى حضرتك ده سبايدر نيفاي. تمام. Describe it. هنقول حضرتك ان هو سنترال ارتريول with dilated capillaries. تمام. هو سنترال دايليتد ارتيكول ويز دايليتد ايتينج كابيلاريز، كله دايليتد. تمام. تمام. وات ار اتس ديفرنشال دايجنوزيس؟ دايجنوزيس ده حضرتك ممكن بوينتس دي مورجاني. تمام. اتذكر كامبل دي مورجان. كامبل اسف ده كامبل دي مورجان. وممكن كان بيسموها طنباتشي ولا في البلد؟ لا انا في البيت.
عشان كده ما عندكش ناموس. ما هي الناموس، ما لو عمال افتكر ناموس بيها بالانجليزي الفكره مش مجمعه، بس ناموس بالانجليزي بايت بس مش مجمعه والله مجمعه انا بقالي فتره افتكرش. طيب هو انا جمعت هنا في السلايد دي زي ما دكتور محمد بيقول الديفرنشال دياجنوستيك، الموضوع ده مهم قوي، وده من ضمن الاسئله المهمه اللي محتاج تبقى تعرفها. دي صوره السبايدر نيفاس، ده عباره عن سنترال دايليت ارتريول ودايليتد بريفرال كابيلاريز. دي الفينس ستار اللي هي عباره عن سنترال دايليت فينيول ودايليتد كولكتنج كابيلاريز، ودي ارس الناموسه او ارس البراغيث وتبقى بقى القصه. المستشفى طبعا في وسط الزراعه، فطبعا في فطبعا المرضى هتلاقي كلهم متلسوعين بهذا المنظر، ودي الكامبل دي مورجان. الفروقات ما بينهم موجوده في الكتاب. انا يهمني قوي الايفكت اوف بريشر، ده ارتريول في السبايدر نيفاي، فلما اضغط عليه هنا يبقى انا بقفل الفيدنج فيزل، هتلاقي يحصل ايه بلانشنج فيدنج، يبقى الاحمر ده يختفي. دي الفينس ستار، الفينس ستار بتكولكت يعني بيجي البلاد فيزل في اتجاهها، فلما اقفلها اعمل انكورجمنت للي حواليه. الانسكت بايت برضو بتبقى عباره عن دايليت كابيلاريز، بتختفي لما يحصل عليها كومبريشن. الكامبل دي مورجان ما بتغيرش لانها عباره عن حاجه زي انزيوما، عباره عن تيشو، فما بتاثرش بالايه بالبريشر. الفروقات دي مهمه جدا يا جماعه نكتبها. والديستريبيوشن السبايدر نيفاي موجوده على الديستريبيوشن بتاع السكور في نكابه، وان كنا شفناها في اللور ليب وشفناها في الاستومك، انا مصور حاله في الاستومك. والفاريكوز فينز او الفينس ستار غالبا في اللور ليم. الارس الناموس بيبقى موجود غالبا في الاكسبوز، هتلاقي في وش المريض وفي رقبته وفي ايديه وفي رجليه، خاصه لو هو بيلبس مثلا قرص كم ولا حاجه. الكامبل دي مورجان موجوده غالبا في منطقه الترانك في الابدومن مينلي، وممكن التشيست، وممكن في الفرنت، وممكن في الايه في الباك. الفروقات ما بين هذه الحاجات مهمه جدا 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 جدا، ومن ضمن الاسئله المهمه يا جماعه. دكتور مريم، هل ممكن يتسال على الصور دي بصيغه مختلفه، او في اسئله ثانيه ممكن تسال على الليجن دي؟ لا، هي زي الليجن ده بيجي ان كومباينيشن برضو مع الهيباتوسير انسفيشنسي ليجنز، فاحنا هنحطه معاهم يعني وات اذر كلينيكال ساينز، لكن ناثينج مور يعني. هو كده عرف الليجن وعرف يفرقه، بيبقى موجود فين، انديكيتور اوف وات، والاذر اسوشيتد كلينيكال ساينز اللي ممكن الاقيها في نفس البيشنت. تمام، يبقى زي ما كانت رامي بتتكلم، ده واحد من الاستجماتا علامات بتاعه الليفر سيل فيلر، فانت محتاج انك فعلا تبقى انت ايه، او الكرونيك ليفر ديز، ومحتاج ان انت تبقى عارف. طيب ليتس موف اون. دكتور محمد سعيد بقى، عشان السؤال ده يعني احنا ممكن نجيب يا جماعه، احنا طبعا شرحنا الانفستيجيشنز، شرحنا انا شرحت في محاضره مسجله سابقا البايوكيمستري والاسسمنت اوفيبادي فايبروز، وشرحنا من ثلاث ايام الباراسينثيسيس، ولسه عندي محاضره مسجله ان شاء الله هسجلها اللي هي الجي اي تي اندوسكوبي والاكتيفيتي كارت. فممكن كنا بنجيب سؤال في امتحان الراوند اند اوف ذا راوند كام سي كيو على الاندوسكوبي، فيا ريت لما نبقى نشوف المحاضره بتاعت الاندوسكوبي، لانه هيبقى ممكن نجيب سؤال انفستيجيشن. دكتور محمد سعيد اتفضل. Which of the following is not a direct complication of GIT endoscopy? Ascending cholangitis. دكتورة اسمها ايه؟ دكتورة سامية، ايه رأيك في الإجابة بتاعت دكتور محمد؟ أنا شايفة إنها الهيباتيتس. ليه هيباتيتس؟ هو الاندوسكوبي ما يعملش هيباتيتس؟ هو بيقول isn't a direct. هو هيعمل دايركت هيباتيتس ازاي؟ اذا انا بتكلم على ماشين او انسترومنت، اله بتخش جوه البول، فما لهاش علاقه مباشره بالليفر الا الاي ار سي بي، والاي ار سي بي ما بيعملش هيباتيتس. لو هيعمل انفكشن بيعمل اسيند كولاجيز. الهيباتيتس لو حصل زي ما انت قلت فعلا هيبقى ان دايركت توكسيستي من الدراجز اللي انا بستخدمها، حصل انفكشن بالمنظار، فكدايركت هو فعلا ممكن يحصل بالبوليشن للبول، انا داخل بالمنظار فممكن اخرج البول، ممكن اعمل انجري لاي مكان في الجي اي تي بايكسل بليدنج، وممكن طبعا الكومبليكيشن للدي ار سي بي ان انا دخل انفكشن جوه البايل سيستم فيحصل اسيدنج كولاجين. يبقى اللي نوت كومبليكيشن دايركت كومبليكيشن هو الهيباتيتس. طيب اجين دكتوره ساميه اتفضلي للسؤال المهم ده. 60 years old cirrhotic patient had the left leg different tumor than the right one, what is the difference? Describe the lower limb pathology. What is the possible causes?
انا قبل ما تجاوب الاول اللي تحت ده واضح ان رجلي اليمين سويلنج خالص عن الشمال، دي واضحه اللي تحت صح؟ اه. اللي فوق باين ان الليفت فوت والليفت ليج سوولن عن الرايت، واضحه الصوره؟ واضحه. اه واضحه قوي. طيب نجاوب بقى على الاسئله، اتفضلي. ليه في البيشنت الاولاني رجل مختلفه عن الثانيه؟ الاول قولي لي وات از ذا ديفرنس. ان الليفت فوت والليج از مور سوولن ذان ذا رايت. ده في الصوره اللي فوق. الصوره اللي تحت ان الرايت رايت لور لمب مور سوولن. الرايت لور لمب هنا واخد لور لمب كله، انما الصوره اللي عندك فوق جايب لك بس صوره الفوت والليج. طيب ديسكرايب ذا لور لمب باثولوجي. ايه الباثولوجي اللي موجود في اللور لمب؟ اللور لمب إديمة. تمام. طيب كملي السؤال الاخير. What is the possible causes؟ ايه اللي مخلي يعني في ناحيه موجود وفي ناحيه لا؟ بالظبط، ناحيه اكتر من الثانيه. هو البيشنت الاولاني طالما قال البيشنت سيروتيك المفروض الإديمة كانت تبقى بايلاترال، بس ممكن البيشنت ده يكون نايم على الجنب الثاني اكتر. ده انا يعني اشكرك جدا فعلا المريض اللي فوق، لان حتى الفرق في السويلنج مش كبير، يعني هما الاثنين سوولن لكن الفرق مش كبير قوي، فده غالبا لانه بينام على جنبه الشمال اكتر غالبا، وان كان اذر كوز اوف فينس اوبستراكشن وارده، لكن البوسيبيلتي انه بينام على جنبه الشمال اكتر. اللي تحت اللي تحت زي ما حضرتك قلت الصوره دي يعني اكتر كوز باين ان هو يكون لمفاتيك اوبستراكشن زي مثلا الفيلارياسيس او كده. اه هو مستحيل يكون بينام على جنبه طبعا، يعني ما فيش واحد بينام على جنبه وبيحصل رجليه كده، فدي غالبا فاسكولار اوبستراكشن لمفاتيك فور مي. لمفاتيك از موست بروبابل او الايه الفينس اوبستراكشن يعني موست بروبابل، لكن سيلولايتس مش وارده وانه بينام على جنبه مش وارده. تمام تمام. دكتوره مريم، هل الصور دي ممكن تسال عليها اسئله اخرى؟ هي الصورة اللي تحت ماشية يعني ماشية مع حاجات فينوس ممكن تبقى جانجرنوس، بس هي من تحت ما فيهاش عشان البلاك كولر اللي موجود المنطقة دي، فهي يعني هي ماشية مع السكندري للديفيتي. تمام. الكولر ده كاركترستيك قوي، فهي يعني ايه الستريت فورورد كيس اللي هي بتاعتنا اللي هي اللي فيها السوفت بيتنج دي اقرب لينا يعني. دول هيبقوا يعني انا حاسه ان دول تقال شويه يعني ايه يعني تقال للطلبه شويه الصورتين. ما هي اللي فوق خفيفه الديفرنس خفيف شويه، عايز قوه ملاحظه ممكن ما ياخدش باله منه. فيعني يعني تقال على الطلبه شويه. هو الكلام ده قبل المحاضره دي، لكن دلوقتي اعتقد اعتقد ماشي. هي احنا وضحناها لهم او الكلام ده، بس احنا يعني طيب تمام. Let's move on. دكتور محمد سعيد. Which of the following is not indication of indication for liver biopsy? Assess unexplained abnormal liver biochemistry. Diagnosis of the type of liver cirrhosis. Evaluation of undetermined liver mass and cyst. Diagnosis of acute viral hepatitis. اعتقد حضرتك الاجابه رقم 4 دايجنوست اكيد فيرال هيبتايتس. تمام. شكرا دكتور محمد. هو طبعا الليفر باثولوجي الليفر بايوبسي از ذا جولد ستاندرد دايجنوست في حاجات الاسيسمنت اوف هيباتيك فايبروز او الليفر باثولوجي، لكن طبعا الليفر بايوبسي از انفيزيف مانوفر وما عدناش بنعملها كتير، في حاجات عملت ريبليسمنت، لكن ساعات بتبقى الملجا الاخير في حالات احنا مش وصلنا لها لحاجه. ان اكسبلين ابنورمال ليفر بايوكيمستري، عملت كل حاجه بقى، عملت الفايرال ماركرز والبي سي ارات والاوتوميون ماركرز ومش واصل لحاجه، بخش تاخد بقى الليفر بايوبسي وتشوف الدنيا اخبار ايه. التايب اوف سيروز، لو انت عايز تعرف التايب اوف ذا ليفر اوف سيروز بتحتاج انك تاخد تيشو وتبعته للباثولوجي. لو عندك ليفر ماس او ليفر سيست انت مش قادر بالنون انفيزيف، انا قلت دايما كنت بقول في المحاضره المره اللي فاتت انه دايما از كلينيشن الكلام ده عرف في الميديسين كله، نون انفيزيف قبل الانفيزيف. الانفيزيف معناه انك بتعمل بنتريشن هيومن بودي، ودي مرحله ثانيه يجب ان يسبقها كل نون انفيزيف انفستيجيشن. لو انت عملت كل نون انفيزيف ومش قادر توصل، من ضمن الحاجات اللي ممكن تلجأ لها الايه الليفر بايوبسي.
الاكيوت فايرال هيباتايتس نو رول ات اول للليفر بايوبسي الا في ظروف استثنائيه قليله جدا، لكن القاعده انه ليس له رول في الاكيوت فايرال هيباتايتس. دكتوره ساميه، الصوره دي مهمه جدا 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 جدا، خاصه الصوره اللي فوق. تفضلي يا دكتوره ساميه. In a patient with valor, this nail abnormality was detected. What is it? Describe it. Give one clues. هو الصورتين مختلفين عن بعض. صورتين مختلفين، بس أنا مجمع الصور النيل اللي في المذكرة على أساس يبقى إحنا بنناقش كل الصور اللي موجودة معاكم عشان ما يبقاش في شيء من الغموض. لكن خلينا نمسك صورة صورة، يعني جاوب بثلاث أسئلة على الصورة اللي فوق. اعتقد دي سبونينج اوف ذا نيل. ما تعتقديش، اعتقد انا مش متاكده وحدسي بيقول لي ومتوقع كل الكلام ده. لا احنا عايزين الكلام على طول. مش عارفه لو جات لي كنت هقول سبونينج اوف ذا نيل ومش عارفه صح ولا لا. برافو عليك، ممتاز، باين اهو. مش ده الاندكس؟ واسف، ده الاندكس وده الميدل، الاثنين واضح فيهم السبونينج. ده من اوضح الصور اللي باين فيها السبونينج. تمام. Describe it. بص في ضوابط انت الاول، انت حاطه يعني بص في ضوابط كده الاول. حاطه حاجه على ضوابط؟ لا. طيب بص لضوابط وبص للضوابط اللي في الصوره دي وقولي ايه الفروقات. الفروق ان الضوابط دي بيل شويه. ماشي. وان انا الضوابط بتاعتي مش مقعره كده، او يعني هنا كونفكسد شويه. كونكيف، فيها كونكافيتي وفيها كونكيفيتي وفيها لوس اوف لاستر وتمام، والاستريشنز البروميننت فيها قوي. يبقى ده الوصف بتاع الايه؟ بتاع السبوننج. تمام؟ جيف وان بوسيبل كوز. ايرون ديفيشنسي انيميا. كرونيك ايرون ديفيشنسي انيميا بليز. كرونيك ايرون. لان كل الستات عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا، بس دي بتحسن وتروح وتحسن وتروح، لكن ما بيظهرش عندهم السبونينج. كرونيك بلاد لوس موست اوف ذا تايم، يعني كرونيك ايرون ديفيشنسي انيميا. تمام؟ تمام. طيب الصوره اللي تحت يا دكتوره ساميه، خاصه الجزء اللي فوق دي اوضح شويه. ده الترينيل بقى، اللي هو فيه الجزء اللي البني والجزء البيل شويه، وده ممكن نشوفه مع طبعا زي ما قلت لك هتسكرايب ان في جزء براون وجزء بيل، وده ممكن نشوفه مع الليفر سيل فيلير ومع الايه الرينال فيلير. لكن الصوره اللي فوق واضحه ومهمه، ويعني كلينيكال ساين مهمه قوي. دكتوره مالي، ممكن يتسال على الصور دي اسئله ثانيه؟ لا، هي ممكن تبقى سبوت دايجنوزس، يعني بمعنى اصح يعني وايت نيل وتري نيل و وسبونينج او ريدجس وجاست وات از ات وات از ذا كوز. تمام ماشي، شكرا دكتوره مريم. دكتور محمد سعيد. This woman had one week continuous fever and then developed this lesion. دكتوره ثانيه الصوره واضحه؟ لحظه يا دكتور محمد الاسم. ايوه واضحه دكتور. طيب اتفضل يا دكتور محمد. What's the lesion seen in the lips and the nostrils? Give three causes of fever associated with this lesion. محاضرة يا جماعة بتاع الدكتور حسن دكتور محمد حسين، بوست امبارح بالليل على اليوتيوب شانل Approach to a case of fever. محاضرة مهمة. تمام؟ هيبقى فيها برضه تفاصيل عن الباثولوجي ده. اتفضل يا دكتور محمد. هو حضرتك ده أكتر هيمشي في هيربس. ما بتقولش اكتر هيرب ده كيس هيربس. برافو عليك. هيربس تمام. هيربس بيلز معنى. تمام. جيف 3 كوزز اوف فيفر اسوشيتد ويز ذس ليجن. هيربس لابيلز. يعني انا برضو مش فاهم قصد السؤال. يعني 3 كوزز، 3 اسباب للكوزز اوف فيفر ويز هيربس. بيجي له عندهم فيفر وبيطلع لهم هيربس في المكان ده. عايزين 3 4 امثله للفيبر وزهير بزلابياليز. لو هنتكلم حاجه ممكن في البيشنت اللي هو من كومبرومايزد ومن خلالها ممكن افسر اسباب، ممكن مثلا زي جزء البيشنت مثلا لو
لا بصراحه مش ما جالكش جرد قبل كده مشهور قوي بعد الفلو بيجي لنا كلنا الهيبرز لابياليس مع السيفير نيمونيا مع المينينجوكوكال مينينجايتس مع الملاريا ممكن يظهر من ضمن الاسباب اللي ممكن يبقى فيفر ويز هيربز لابيالز. دي بقى اسئله اللي انت كنت سالها الدكتوره مريم دي اللي هتسال فيها انت بقى في الماستر ولازم تبقى حافظها زي اسمك. دكتوره مريم ممكن يتسال على الصوره دي سؤال بصوره مختلفه يا ريت. سؤال تاني يعني مش او سؤال تاني على على الصوره دي لا بالنسبه للماستر مش يعني الاذر تايبس اوف سيرفيس. اه تمام لكن بالنسبه للطلبه الاندر جرادويت يعني فور ذا ستودنتس لا يعني تمام لا ستودنتس لا. الصوره دي مهمه يا جماعه لانه من ضمن الحاجات اللي احنا بنغطيها في السبيشالتي عندنا جزء الفيفرز فيعني دي من ضمن الحاجات الساينز القليله للفيفرز اللي موجوده معانا. طيب ليتس موف اون. الدكتوره ساميه which of the following is an indication for ERCP endoscopy? Drainage of amoebic liver abscess, ablation for HCC, CBD stone extraction, diagnosis of cardiac achalasia. قبل ما تجاوب قبل ما تجاوب اصبري بس انت بتجري ليه؟ قبل ما تجاوب انت عارفه ERCP يعني ايه؟ endoscopic retrograde cholangio pancreography. بانكرياتوجرافي بالعربي يعني ايه؟ مش عارفه. منظار القنوات المراريه. تمام. منظار القنوات المراريه والبنكرياسيه بس احنا عندنا معظمنا الايه؟ الايه؟ المراريه. يعني من اسمه انه له علاقه بالدكتال سيستم في البنكرياس والبايل دكتس. تمام كده؟ الاجابه بتاعتك ايه؟ سي بي دي ستون اكستراكشن. السي بي دي اللي يختار لي ايه؟ كومون بايل دكت. برافو عليك. يبقى هو له علاقه بالدكتال سيستم اللي موجود في البيلري والبنكرياس. هل ينفع اعمل بيه درينج للاميبيك ليفر ابسس؟ لا. طيب انت حضرت المحاضره بتاعه الديفرنشال دايجنوستيك اوف سيستيك ليفر ليجن سمعتيها؟ للاسف لسه والله. طيب معاك وصل لك البي دي اف بتاعها؟ ايوه وصل لي البي دي اف واللينك بتاعها على اليوتيوب. هذه محاضرة في غاية الأهمية differential diagnosis of cystic liver lesion كلنا نجح. الدرينج في أميبك ليفر أبسس غالبا بيتم بيركيوتينيوس. الـ ERCP ما يقدرش درينج هو زي ما أنت قلتي إجابة صحيحة رقم ثلاثة الـ CBD stone extraction لأنه كورنر ستون في التريتمنت أوف هباتو أو البيلاري أند بنكرياتيك داكتس. طيب دكتور محمد سعيد أسئلة صعبة دكتور محمد اتفضل. تمام يا دكتور محمد. This cirrhotic patient had 1 week burning sensation on his lower back and then developed this rash. What is it and what is the causative agent? قبل ما تجاوبته محمد الدكتوره ساميه الصورتين واضحين يا دكتوره ساميه؟ يا دكتور واضحين. طب المريض ده هو واقف ولا ماشي؟ اللي فوق؟ اللي فوق قاعد. واللي تحت؟ نايم على بطنه؟ على جنبه على جنبه الشمال. اوكي على جنبه. تمام هي يعني على جنبه الشمال. طيب اتفضل يا دكتور محمد. هو ده حضرتك لو هو انا طبعا عشان خاطر السؤال متقسم جزئين فهو حضرتك هو ده هيربس دوستر بس يعني بس هيربس دوستر. تمام. الكوزيتيف ايجنت انا ما رضيتش اقول كوزيتيف فيروس عشان ابقى حليتها. الفيروس بتاع الهربس زوستر اسمه ايه؟ اسمه الفاريسيلا. فاريسيلا زوستر. طيب جميل بس شكرا جزيلا وانا عايز منك كلمتين ونص ده هربس زوستر والكوزيتيف فيروس بتاعه كذا. دكتوره مريم هل ممكن تسال على الصوره دي سؤال تاني او الصورتين دول الصورتين اللي موجودين في المذكره ودول مرضى طبعا عندنا من الايه؟ هو الطلبه مش هيتسالوا على التريتمنت فيه لان البوست هم اللي ممكن يتسالوا على التريتمنت. لا البوست بقى لما هو بيعالجوا الحالات دي سعيد بيسأليه زي ما انت عايز. لكن هو لو بقول للطلبه كفايه عليهم كده هو يعرف بس الشكل ده بالظبط لانه هيشوف دي فايندنج موجوده كومن يعني لانه كومن بيلاقيه. انت ممكن تلاقي اصلا في البيت تلاقي والدتك او والدك او جدتك لو موجوده او جدك هيقول لك انا عندي حرقان في جنبي ويقعد اسبوع يشتكي
او اسبوعين, وتقعد انت بقى تدي له مسكنات تمارس عليه مهنه الطب, تقعد تدي له مسكنات وبعدين يظهر له طبق جلدي يقول لك الله يسامحك انت العلاج بتاعك عمل لي حساسيه. ده السيناريو اللي كومن اللي بيحصل. المريض يقعد اسبوع او اتنين بيشتكي من بين من غير اي حاجه, يقعد يلف, اللي يقول له ده مايفايتس, واللي يقول له ده رينال كوليك, واللي يقول له ده كولون, وبعدين يظهر الراش يقول لك الله يسامحك الدكتور فلان ده العلاج جاب لي حساسيه, ويروح للدكتور اللي بعده الدكتور المحظوظ لو هو مركز يقول له لا ده انت عندك كذا, ويحاول يقنعه ان الاولاني كان مش غلط. طبعا في معظم الاحيان بيفشل. طيب ليتس موف اون. ده الصوره اللي فاتت يا دكتوره ساميه, بس السؤال مختلف. يعني هي نفس الصوره اللي فاتت بس بصوره مختلفه. ممكن نقرا السؤال مع بعض. A 62 years old male with the cirrhosis presented with cirrhosis, يعني immunocompromised, وده اللي خلى يحصل له reactivation للهربس زوستر. اتفضلي. Presented with painful eruptions in his lower right chest wall. What is the possible diagnosis? انت ايه رايك؟ نفس الاجابه, هربس زوستر. ما ينفعش سكراتش مارك؟ سكراتش ماركت تبقى ديفيوز, هتاخد الاماكن كلها. كامبل دي مورجان بتبقى سبوتس مش 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 لازقه ببعضها وعامله راش كده. هي الصوره في البي دي اف ده مش واضحه, الصوره اللي قبلها كانت اوضح, والصوره بتاعت اللي قاعد اوضح من الايه؟ من اللي نايم على جنبه. سبايدر نيفاي مش واخده دي كاركترستيك فيتشر بتاعت سبايدر نيفاي. طيب اجين دكتوره ساميه, لان الصوره دي مهمه برضو. امبيشنت وذ ليفر سيروزس. This nail abnormality was detected. What is it and what is the cause? هتبقى white nail أو leukonychia. ممتاز. الكوز هايبوالبومينيا. رائع رائع. واحد من الأسئلة بتاع الليفر سيل فيلير. دكتورة مريم, هل ممكن نتسأل على نفس الصورة دي أسئلة أخرى ولا هما السؤالين دول يكفوا؟ هو ذاتس انف, هو زي ما قلنا حضرتك سبوت دايجنوز بالنسبة للنيل abnormalities. تمام. كله. تمام. طيب السؤال ده دكتور محمد سعيد المفروض هو اللي يجاوب عليه, اتفضل. تمام حضرتك. What is this and what is used for and how to fix and what are the complications? What is it? ده black morphing sticking tube. And what is used for? حضرتك هو ده في الهيماتيمسيس. كلمة ونص, كلمة ونص, ما تدخلش نفسك في ايه؟ في جريز. تمام. نعم. stop of bleeding after failed after او او stoppage of bleeding. نفسك جريز هنا محمد, خليك موقف كده. for treatment of active varicose bleeding. شكرا. تمام. دخلش نفسك بقى ايه في indications وليه وازاي. انا عايز منك spot diagnosis. يبقى what is this this suggestic black mole او black mole suggestic زي ما يعجبك. what is تمام. used for treatment of active varicose bleeding. بس يبقى كده تاخد الدرجه. لكن تقعد بقى تقول لي indications وكلام, لو طلعت مش مظبوطه يبقى انت بتقول كلام مش مظبوط. How to fix ده طبعا يخص الناس البوست اكتر من الصغيرين, لكن يعني خلينا نتكلم برضو يبقى نعرف الناس ازاي. اتفضل. How to fix حضرتك الجاستريك inflation of the gastric balloon with 250 up to 300 with air and extraction and then السوفجيال بالون up to زي ما حضرتك انا قلت في اول المحاضره برضو 40 مثلا 40 with air او fluid. هو برضو يا جماعه لان بعض منكم هيروح ساعات فتره التكليف في اماكن بعيده عن المستشفيات, فممكن تلاقي عندك في الوحده الصحيه او في المستشفى الصغيره اللي انت فيها سانجستيكن تيوب مركونه ومريض بينزف وانت ومريض ده سيروتك, فانت اللي تقدر تعمله له انك تركب له اثنين كانولا, وزي ما كنا بنتكلم في حد شاي بليدنج, وتدي له هيموستاتكس وتدي له سلاين, ولو ما فيش فرصه ان يعمل منظار وانت متاكد ان ده فاريسير بليدنج تركب له السانجستيك زيها زي الرايل. بتحط جيل, يا ريت تتابعوا معايا كده, بتحط جيل على التيب بتاعت الرايل وتدخلها من النوز بتاعت المريض. تمام, كانك بتركب رايل بالظبط لغايه ما تتاكد انها وصلت الاستومك, وبعدين زي ما الدكتور محمد قال تنفخ الجاستريك بالون بحوالي 250 300 سنتي ميه او هواء, وبعدين تشد الانبوبه جامد من عند, لو هي الانبوبه طالعه من النوز بتاعت المريض طالعه منه, بتشدها جامد وتعمل عليها زي رفعه شاش ببلاستر عشان ما تخش جوه النوز, وتربط عليها تقيله تشدها لبره. غالبا بنستخدم احنا ازازتين محلول عشان نشدها لبره,
ودي واحده دي اللي بتنفخ الاسوفجيال الجاستريك فولوم بتنفخها الاول وتشد، وبعدين بعد كده ممكن تنفخ شويه فيما لا يتعدى لو انت عندك مانوميتر فيما لا يتعدى 40 سنتيمتر ميه الاسوفجيال بالون عشان تعمل كومبريشن على السايد وولز بتاعه الايه بتاعه الاسوفجاس، وتركب رايل تيوب في النص عشان تسحب لك البلاد اللي موجود في الاستومك، وممكن تعمل منها ووش بي ايس ووتر كولد ووتر لو انت عايز تعمل ووش دي الايه الاستومك. ده هاو تو فيكس ات، وممكن نبقى نعمل ان شاء الله فيديو بعد كده حد من الزملاء دكتور محمد يبقى عمل لنا فيديو على هاو تو فيكس اسانجستيك، لان احنا الاسانجستيك موجوده عندنا في الاسم. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل، اول حاجه يحصل سليبج، يبقى انت ما نفختش الجاستريك بالون قوي فتروح معديه من الايه من الكارديا وتلاقيها في بق المريض، او تنفخ الاسوفجيال بالون قوي فتوسع الاسوفجس جامد تمام، توسع الاسوفجس جامد لدرجه انها تتزحلق تلاقيها فوق المريض، ودي ممكن تعمل اسفكس والمريض يموت لو انت ما خدتش بالك. من الشد الجامد على النيزل سيبتم ممكن يحصل بالكوريشن في النيزل سيبتم، عشان كده المفروض بتشال في خلال ماكسيمم 24 ساعه وبتشال والمريض على ترابيزه الايه المنظار. دي ذا موست كومن كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من السانجستيك انفيكشن. شكرا يا دكتور محمد. الدكتور محمد برضو معلش السؤال ده هيبقى صعب على الطلبه. Regarding liver biopsy, all are true except the patient should be cooperative. The BT prolongation, if present, should be less than 4 seconds above our normal control value. Severe COPD is a contraindication. Marked ascites will make the procedure easier. Local skin infection shouldn't be present. طبعا الاجابه رقم دي حضرتك ماركت اسايتس ويل ميك ذا بروسيدجر ايزير. شكرا. ده يبقى موضوع شكرا. لو انا قلت يا جماعه ده الابدومينال وول وده الليفر اهو تحت مني، انا للاسف طلعت بره المحدد بتاع الصوره، بصوا تحت معلش ده الليفر وفي هنا اسايتس تمام، انا بخش بالسرنجه من بره، السرنجه دي بعمل بنتريشن للابدومينال وول، فلازم يكون عندي البليدنج تايم كويس والا المريض هينزف. المريض لازم يكون متعاون لان انا بعملها اندر كونشس سيديشن وساعات وداوت سيديشن، بقول للمريض طلع نفس واحبس نفسك لمده دقيقه على ما اخش بالابره واطلع عشان اتجنب ان اللنج تنزل تحت واخرج في اللنج. لو المريض عنده سي او بي دي فهيبقى فيه هايبر انفليت شيست، فده كونترا انديكيشن لان هخرم البلور هخرم اللنج كده. الاسايتس لو موجود بيعمل لي مشكله لانه بيبقى في جاب ما بينه وبين الليفر، فبقى صعب ان انا اخش والريسك اوف بليدنج اعلى. انا بخش من السكين، فلو السكين فيها انفكشن كاني بدخل السكين ايه انسايد ذا ابدومين، فكاني بنقل الانفكشن للمريض، فده كونترا انديكيشن تمام. طيب ليتس موف اون على اللي بعد كده. الدكتور محمد برضه لان الصوره دي برضه صعبه ومش احنا مش هنجيبها، لكن يعني الشيء بالشيء يذكر. 47 years old woman presented by obstructive jaundice. MRCP showed this abnormality. What is the abnormality? And what is the endoscopic modality for treating this patient? لحظة يا محمد، دكتورة سامية إيه رأيك؟ لحظة يا محمد. نعم دكتور. إيه رأيك الصورة دي إيه اللي فيها؟ باينة؟ تقريبا شادوز بتاعت ستونز في الجول بلادر. لا هي دي ستون بس في كومبايل دكت، دي الجول بلادر اللي هي اللي فوق ده اهي، دي الجول بلادر ده تمام. ودي كومبايل دكت باين في حاجه اسمها فيلنج ديفكت حته سوداء اللي هي الايه الستون. طبعا ده سؤال احنا مش هنجيبه غالبا، يعني ده سؤال يعتبر صعب شويه، لكن هي الصوره كانت موجوده في الكتاب فقلت نحلها مع بعض، يا اما يجيبوها الزملاء بتوع الاشعه لو هيمتحنوا كوسكي، او هتبقى عندنا ان شاء الله البوست جراد. ده دكتور محمد اكيد عارف القصه دي، الابنورماليتي ان ذيس دايليتد كومبادكت ويز اثنين فيلنج ديفكتس اللي هم موست ريستور. علاجهم من زي ما انت قلتي من شويه بخش بالمنظار هنا الاي ار سي بي، قبل الاي ار سي بي واجيب الايه وانزل الايه الليست. طيب دكتوره ساميه اتفضلي. اديشن تو سيرم توتال بيليروبين 25 ملي جرام بير ديسيليتر اند دايركت سيرم بيليروبين ويز 21 ملي جرام بير ديسيليتر. This skin marks were detected on his abdomen. What is it and pathogenesis? ايه رايك يا دكتوره سامي؟ هو التوتال بيليروبين 25 والدايركت بيليروبين 21. ده معناه ايه؟ دي اوبستراكتيف جوندس او كوليستاتيك جوندس او كوليستيزيس يعني. ماشي تمام مظبوط.
الليجن ده يبقى سكراتش ماركس. برافو عليك. شايفه بقى لما كنت بسالك على الصوره بتاعت الهيربس زوستر هنا ديفيوز الدنيا كلها متجرحه زي ما انت شايفه كده. تمام. ليه بيحصل ريليز او الميكانيزم؟ ان بيحصل ريليز للبايل سولت في البايل سولت دي بتبقى اريتنت لما بتبقى بريسيبيتيتد اندر ذا سكن بتعمل ايتشنج فالبيشنت بيهرشها يحصل سكراتش ماركس. برافو عليك. يبقى بريسيبيتيشن اوف ذا بايل سولتس ان ذا سكن اريتيت الايه او بروفوك السكراتش او البرورايتس. برافو عليك ده اجابه ممتازه. طيب دكتوره ساميه اجين. In a patient with rheumatoid arthritis on regular use of steroids, this lesion was seen in his abdomen. What is the skin lesions or pathogenesis or other possible causes or other types of causes? أنا مجمع طبعا كل الأسئلة اللي ممكن تسأل على الصورة على أساس إن إحنا نجاوبها مع بعض يعني، لكن مش كل الأسئلة دي هتيجي على نفس الصورة. اتفضلي يا دكتورة سامي. السكين ليجن ده اللي هو الاستريا روبرا. لو انت قلت استرايا بس تمشي صح، لو قلت استرايا روبرا طبعا تبقى صح، لكن لو انت قلت استرايا البا يبقى غلط. تمام. تمام متفقين؟ وصلت الفكره؟ ايوه. طيب كملي اتفضلي. الباثوجينيسيس الكرونيك هو عنده روماتيد ارثرايتس ده كرونيك ديزيز هيعوز برولونجد يوز اوف استرويدز. الاسترويدز بتعمل يعني رابشر في الكولاجين تقريبا الالاستيك فايبرز اللي هي الكولاجين الموجود في تحت السكن او في سب كوتينيوس تيشو وده اللي بيدي المنظر بتاع الايه الاسترايا. طب وات اذر بوسيبل كوزز فور استرايا سواء البا او نون اسف استرايا روبرا او غيرها مثلا لو خلينا نقول الاذر تايبس اوف استرايا في استرايا البا ماشي واسترايا نجرا واسترايا روبرا هي النجرا والالبا يعني يعتبروا حاجه واحده بس النجرا معناها انها داركر اكتر شويه من الايه من الروبرا. طب لو حبينا ندي اكزامبلز على كل واحد من دول كديزيزز اللي انا فاكراه دلوقتي اللي هو لما كان واحد اوبيز ويرجع يلوز ويت فبيحصل. جميل. اللي يبقى اوبيز ويرجع تاني بيدي استرايا البا. اللي كان عنده اسايتس والاسايتس كشف يدي استرايا البا. الاسترايا روبرا معناها ان في هرمون البروبلم زي اللي موجود في الروماتويد ارثرايتس ديت وما بياخد استرويد او مع البريجننسي ممكن كمان مع الهايبر ثايرويدزم. الاسترايا نيجرا هي نوع من انواع الاسترايا البا بس الديب كلر بتاعها موجود شويه وده مع الهيفي برولونج يوز اوف كورتيكوستيرويد ممكن ايه ممكن نشوف. طيب دكتوره ساميه اجين. This discharge was seen coming from the umbilicus. What is this discharge? Give one cause. ده fecal discharge. تمام. ممكن تدينا one example. Fistula between the intestine and the anterior abdominal wall. برافو عليك. ده يحصل في حالات diseases زي في حالات. ال IBD. أنهي نوع في IBD؟ الكرونز. الكرونز لان الكرونز هو اللي بيعمل فيستولا اكتر وممكن مع المالجنسي يبقى ده فعلا فيكال ديسشارج فروم ذا امبلايكاس ديو تو ا فيستولا موست يعني اكزامبل زي الكرونز ديزيز والايه المالجنسي. دكتوره سامي اجين اتفضلي. ده سؤال الصوره دي مهمه جدا. الصوره دي مهمه جدا. In cirrhotic patient what is the abnormality of the abdominal contour what is or are the differential diagnosis. دي الابنورماليتي دي generalized abdominal distension هتبقى اللي هي التنس اسايتس. ناقص حد. معلم لك عليها اهو حضرتك عليها دايره حمراء. With full flank. جميل. Diffuse abdominal distension او enlargement with full flanks. تمام بين قوسين تنس اسايتس. ماشي. What are the differential diagnosis؟ هنكملهم احنا مع بعض في الجدول ده، هقولهم انا مجمعهم في الجدول عشان ايه ما نضيعش وقت. اول حاجه اللي هم الخمسه اف زي ما احنا متفقين، الفات كومن ان اوبيز انديفيدوز وهتلاقي الامبلايكاس كانها داخله لجوه سانكن ودي ليها صوره موجوده معاكم في المذكره. الفليتس ابدومينال ديستنشن زي بحالات الانسان اوبستراكشن او الاي بي اس ويز جاز ديستنشن ولما عملها بركشن هي ايه؟ هايبر ريزونانس.
الفيزز في حالات الكرونيك كونستيبيشن ممكن الاقي ديفيوجن ابدومينال سيجر خاصه في الناس الاولد ايج. الفلويد اللي هو الاسايتس اللي زي ما انتم عارفين الفلويد بينام على الجناب بسبب الجرافيتي فتلاقي الفلانكس ايه الفلانكس كل، ولو هو مودريت اسايتس هتعمل له شيفتنج دانلس، ولو تنس هتعمل له ترانسميتد ايه سيريل. الفيتس البريجننت فيميل طبعا اولا هتبقى فيميل هتلاقي فيها طبعا بتجيب الهيست انها ميزد بيريود، وطبعا عشان توصل انها تعمل لك ديفيوجن ابدومينال ديستنشن بتبقى دخلت مراحل متقدمه من الحمل. ولو حطيت اوسكلتيشن على البيلفس هتسمع الفيتال هارت ساوند وهتسمع الكراين سوفل او الارتيريال بالوي اوفر ذا دايليتد تورشوس يوتراين ارتري. دي الديفرنشال دياجنوز، وده برضو مهم. الصوره اللي فاتت دي مهمه والديفرنشال دياجنوز اللي عليها مهم. هو البرنامج هيفصل وهنرجع تاني، فاضل باقي معانا حوالي 10 دقائق ان شاء الله. زي ما قلت يا جماعه طيب دكتوره ساميه رجعت معانا؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. دكتوره ساميه هنقرا السؤال رقم 2 لان السؤال رقم 1 احنا حليناه ورقم 3 احنا حليناه. انا عايز السؤال رقم 2. What is the tongue abnormality؟ ده اللي هو الجيوغرافيك تانج. طيب الجيوغرافيك تانج ده يا جماعه نورمال فاريانت. نورمال فاريانت تلاقي السطح بتاع التانج عامل زي الجغرافيا. ده احد صوره، لكن ممكن صوره تلاقي فيه فيشرز. تمام؟ في كلام ان ده ممكن يبقى فيه باثولوجيز ده موجود في الباول ميكوزا، ويعني كلينيكالي ما بقاش سيجنيفيكانت قوي صراحه. لكن ساعات المريض بيبقى قلقان جدا انه يكون ده ريليتد لحاجه ديفينيت باثولوجي، لكن الحقيقه في معظم الاحيان بيبقى لا، ده بتبقى ساعات نورمال فايندنج موجود يعني. تمام؟ سامعاني يا دكتوره ساميه؟ ايوه حضرتك. محمد سعيد سامعني؟ سامع حضرتك محمد. حضرتك وريتنا بيشنت زي ده قبل كده في العنبر. اه ده موجود، ده يعني الصور دي كلها احنا واخدينها من مرضى موجوده عندنا في العنبر وفي العياده. تمام. يعني نوت ان كومن موجود بس محتاجين نعرفه، لان ساعات المريض بيجي بقى قلقان جدا فمحتاج انك تطمنه. تمام. طيب دكتور محمد سعيد اتفضل السؤال اللي فوق ده. هو في صوره فوق ولا ما فيش؟ لا هو ما تقلقش الصوره مش هو. Which the following is not a cholestatic enzyme? Alkaline phosphatase, GGT, five nucleotidase, ELT. هي المحاضرة رقم 4 ELT. يا دكتورة سامية يا سادة زملاء، احنا بنقسم الليفر انزيم الى مجموعتين. مجموعة اللي انا معلم عليها فوق دي اسمها cholestatic liver enzymes. اللي هو الالكالين فوسفاتيز، وده مش سبيسيفيك للليفر. بيطلع من اماكن ثانيه زي البلاسينتا والسمول انتستين والبون. عشان كده لما يجي لك طفل صغير او كان الفوسفاتيز بتاعه عالي ما تبقاش منزعج قوي. او دور كمان بقى في البون ديزيز زي ريكس والحاجات دي. الجي جي تي بيبقى مور كونفايند على الليفر. لما يجي لك اي ال دي اي الكالين فوسفاتيز عالي بتعمل له جي جي تي. الجي جي تي بيقول لك موستل ان هو يطلع من الحاجات دي، لكن الجي جي تي كمان بيتاثر بالدراجز والالكحول. الناس اللي بيشربوا الكحول بيزيد عندهم الجي جي تي، والناس اللي هم بياخدوا انتي كونفالزنت دراج خاصه الفينيتوين. الفايف داش نيوكليوتيدز ده ملوش بقى ايه، ما بيطلعش من اي مكان غير من الليفر. فلما تلاقي الفايف داش نيوكليوتيدز عالي ده معناه انه في مشكله في الايه في البيلاري سيستم. المجموعه الثانيه اللي هي الهيبات سيلر انزيمز اللي هو الاي ال تي والاي اس تي، وساعات بحط معاهم ال دي اتش، لكن الموست سبيسيفيك فيهم اللي هو الاي ال تي اللي بيطلع بس منين؟ من الليفر، بينما الاي اس تي بيطلع كمان من الماسلز. عشان كده الماسل ديزيز بيأثر عليه والثايرويد ديزيز بيأثر عليه، لكن الاي ال تي از باثوجينوميك للليفر، وممكن يبقى النورمال ليفل بتاعه في البلاد صفر. النورمال بتاعه من صفر ل 40، يعني ممكن يبقى نورمالي صفر، ما تبقاش منزعج لما تلاقي التحليل طالع صفر. الاي ال تي مور سبيسيفيك للليفر عن الاي اس تي. الاي اس تي بيزيد مع المايوباسي، بيزيد مع الكحول، بيزيد مع الهايبوثايرويديزم، تمام، بيزيد مع اذر ديزيزز، تمام. فدي حاجه مهمه جدا. طيب دكتوره ساميه اتفضلي للسؤال رقم 10 اللي مكتوب عليه رقم 10 ده. All of the following are features of acidic fluid in cirrhotic ascites. حضرت معايا المحاضره اللي فاتت ولا ما حضرتيش؟ حضرت. طيب كملي اتفضلي. Complicated with spontaneous bacterial peritonitis. الاسبكت استربت جلوكوز. صح. تمام. جلوكوز كونتنت از لو. صح برضو. تمام. نيتروفيل كاونت از جريتر ذان 250 برضه. صح. تمام.
ال دي اتش از هاي برضه صح. يبقى all of the following are correct. يبقى اذا السؤال ده معمول عشان يديك الكرايتيريا بتاع الاسيتك فلويد للمريض اللي عنده اس بي بي، الازمه كلير والجلوكوز كونتنت قليل والنيتروفيل كاونت دايجنوستيك ده دايجنوستيك كرايتيريا بتاعته عالي فوق ال 250 والال دي اتش عالي، فدي الكرايتيريا اوف الاسيتك فلويد في المريض اللي عنده اس بي بي. دكتور محمد استاذن حضرتك بس في نفس السؤال، اتفضل يا دكتور محمد. هو ده مش ممكن حضرتك كديفرنشال بين السكندري بكتيريا بيرتونايتس يعني التربيليتي واللو جلوكوز في الرانون كرايتيريا؟ التربيليتي دي مش كاركترستيك، دي ممكن تحصل مع اي انفكشن او بليدنج او هيمرج. الجلوكوز كونتنت اللو جلوكوز والهاي اي دي اتش النيتروفيل كونتنت بيزيد مع الاثنين، لكن في السكندري بيبقى بال 20000. انت فاكر طبعا المريض بتاع الابندكس كان بتاع 20000، ال دي اتش في الالاف 5000 6000 كلام من ده 2000 3000، لكن هنا هتلاقيه عالي فوق البلاط بنسبه بسيطه. تمام. هنا السؤال كل دي كرايتيريا مع السبونتينيوس يعني ماشيه كلينيكالي معاك، جاي لك مريض الروتك وبعدين في عنده ابدومينال بين وفيبر وبتاخد له الكرايتيريا دي تلاقيها عاليه، فده تقول لك ان ايه ان يو ار ديلينج ويز ا كيس اوف اس بي بي. تمام حضرتك. دكتوره ساميه اتفضلي. What is the color abnormality seen in the hand؟ الصوره باينه واضحه؟ ايوه واضحه. الابنورمالتي في الايد اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. تمام. ليه؟ عشان اللي فوق دكتور مثلا مش هيبقى بنورمال؟ لا انا شايفاها عاديه زي ايدي مثلا اللي هو الايد مش بيل ولا فيها جوندس ولا فيها حاجه. امال اللي تحت دي فيها ايه؟ فيها جوندس. طيب برافو عليك. طيب الصوره اللي تحتيها الصوره اللي تحتيها وات ذا تانج ابنورماليتي ريد جريزد تانج. مين؟ ريد جريزد تانك مش شايفاه كويس يعني. محمد ايه رايك في الصوره دي؟ محمد سعيد معايا؟ انا سامع حضرتك يا دكتور محمد. ايه الليجن اللي موجوده على التانك دي يا دكتور محمد؟ ده ممكن الاستروبري حضرتك الاستروبري تانك؟ خلينا نفكر، هو الجزء ده اللي انا معلم عليه ده نورمال ولا اب نورمال؟ abnormal اللي انا معلم عليه اللي عليك معلم عليه abnormal. طب والجزء اللي جوه ده هو السي abnormal معايا. الواحد يبص على لسانه كده يا جماعه لو سمحتوا. الجزء اللي انا معلم عليه الابيض اللي بره ده نورمال، دي النورمال بالله يا جماعه. اللي في النص دي هي الابنورمال، دي تانج ألسر كبيره. الجريد ريد جليس تانج ان شاء الله اجيب لكم عليه صوره في المحاضره اللي جايه. تمام. او حد بعت لي على البرايفت اهو بتقول اسماء بتقول تانج ألسر. تمام، هي تانج ألسر فعلا. ليه؟ لان الابيض ده نورمال، اللي في النص دي الألسر، دي النورمال كلر بتاع البابيلا اللي موجوده على التانج، اللي في النص دي ألسر. الريد جليز ده هياخد التانج كله مش هياخد حته ويسيب حته، او البي في تانج هجيب لكم صوره ليها المره الجايه ان شاء الله ربنا يسر. بس يا دكتور هو التانج ده يعني بيد زياده عن اللزوم صح؟ يعني مش هقدر اقول كده، هو بيد زياده عن اللزوم عشان تقارنيه بالحته الألسر اللي موجوده جنبه، فالديفرنس واضح قوي. لكن لو كل واحد بص فينا على لسانه هيلاقي فيه درجه من درجات البياض اللي هي الرنه بتاع الايه الفيلاي اللي موجود على التانك شيبس. طيب ليتس موف اون. الصوره دي احنا جبناها قبل كده اللي هي بتاعت النيل، لكن انا بسال السؤال على رقم 4 ده مش على اللي فوق. تمام. اتفضل يا دكتور سامي. Cirrhotic patient with ascites presented to LER diagnostic aspirate of acetic fluid showed this color. Give three possible causes. أول color الأول. Color ده إيه؟ اللي هو الهيموراجيك ascites. هيموراجيك أو سيروس أنجينس. تمام ماشي اتفضلي. هو ده cirrhotic patient ممكن يبقى فيه spontaneous bacterial peritonitis. نعم برافو عليك. ماشي. وممكن برضو ان توب اوف سيروزس حصل اتش سي سي وربشرت مثلا مالجنسي. مالجنسي برافو عليكي. تمام. ممكن بقى يكون تروماتيك. ممكن يبقى تروماتيك فعلا، وانا بخش بالابره عملت بنكشر فدخلت حبه ايه؟ دخلت حبه بلاد، خرمت فين دايليتد فين برومنت فين سبكوتينس فعملت حبه بلين. شكرا يا دكتوره سعيد. طيب الدكتور محمد سعيد السؤال رقم 5.
تمام. This cirrhotic patient with ascites presented to the ER by abdominal pain and examination stepladder dilated loops were seen, which bowel loops are seen distended. بين اصلا شايف محمد ال 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 الستيب لادر يعني الدرجات بتاعه الدايليتيشن يعني ده لوب اهو وده لوب اهو وده لوب اهو بين ده مريض انا مصوره في العياده على فكره الصوره اللي في الخلفيه ال ال الورد اللي في الخلفيه ده على صور جنب شير الكشف عندي في العياده اللي هي في الخلفيه دي ده سي انا مصوره على شير الكشف عندي طب هو الامبلايكس حضرتك انا برده مش الامبلايكس الامبلايكس في الحته دي تمام ال 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 اللوبس دي دايليت اراوند ذا امبلايكس دي سمول انستال اوبستراكشن هي صوره فيها شيء من الصعوبه شويه لكن الستيب لادر دايليتد باول لوبس اراوند ذا امبلايكس بتبقى اتس ا كاركترستيك ساين اوف سمول باول اوبستراكشن طيب دكتوره ساميه السؤال رقم 6 which of the following is a marker for chronic liver disease alkaline phosphatase GGT serum albumin ALT ايه رايك هيبقى السيرم البوم بتاخدي رايي ولا بتقولي اجابه انا شاكه في السيرم البوم وفي الاي ال تي ليه قلت السيرم البوم عشان ده كرونيك ليفر ديزيز المفروض السينثيتك فانكشن بتاعت الليفر هتبقى افكتد نلاقي الالبوم كلمه كرونيك ليفر ديزيز معناه ان الفانكشن بتاعت الليفر هتتاثر اول حاجه في الفانكشن السينثيتك فتلاقي فعلا الالبوم القليل والبروثرومبين قليل او برولونجد والبيلروبين اللي هو الاكسكريت فانكشن امبير بينما الاي ال تي اتس ماركر اوف اكيوت انجري والدي كوليستاتيك انزيمز ماركر اوف انجري سواء اكيوت او كرونيك في الكرونيك ممكن تزيد بس مايلد اليفيشن لكن الموست باس ايكونوميك وكاركترستيك في الحاجات اللي منشن طبعا هو الايه السيرم البوم طيب السؤال رقم 7 يا دكتوره ساميه All of the following are indications for upper GIT endoscopy except dysphagia, melena, constipation, removal of a coin trapped at the carina. هيبقى الconstipation. الconstipation اللي له upper GIT symptoms. أنا بعمل upper G endoscopy عشان evaluate upper GIT symptoms. Dysphagia is upper GIT symptom. البلينا is mainly upper GIT symptom. الفورن بودي trapped في upper digestive tract is a medical emergency. لازم الفورين بودي ده يتشال في اقل من 24 ساعه والا هيعمل بيرفوريشن خاصه لو هو حاجات الكترونيك يعني لو المريض بالغ بطاريه اللي هو حجر بتاع الساعه او الحاجات دي لازم يتشال في اقل من 12 ساعه لان ده هيخرج الاسوفيجاس هيخرج الاسوفيجاس يبقى الحاجات دي مهمه قوي طيب السؤال الاولاني ده احنا حليناه السؤال رقم 9 يا دكتوره ساميه which of the following test done and give causes for unilateral occurrence of it احنا قلنا الاسباب انما التست ده بقى اسمه البريشر تيست فور ديتكتنج لوور لمب ايديما ممتاز واليونيلاترال كوز احنا قلناها قبل كده في خطا في الصوره دي يا جماعه خطا هو مش بيضغط على البون يعني المفروض يدخل جوه البون بس المريض لابس شراب فهو ما اعرفش بدا من تحت ولا لا لانه كان المفروض يبدا من تحت الحاجه الثانيه انه لو الدكتور ده مش ليفت هاندد يبقى المفروض يشتغل بالرايت هاند تمام كده دي حاجه عابره كده يعني لابد انتظار اعتقد ده اخر سؤال الدكتور محمد سعيد بقى عشان دي حالتك اتفضل تمام سيروتيك بيشنت بريزنتد تو الاو بي دي ويز ابدومينال بين دي العياده الخارجيه يا جماعه الاوت بيشنت كلينيك اللي هي الاو بي دي الاي ار اللي هو الطوارئ والاو ار اللي هو اوضه العمليات اوبريتنج سيت اتفضل تمام حضرتك ويز ابدومينال بين اند فيفر اوفر ذا لاست 1 ويك الاو اي هاد ابدومينال ديستنشن ويز اسايتس تندر رايت الياك فوسه diagnostic aspirate of acidic fluid show this color give one possible cause يا دكتورة كده حضرتك دكتورة سامية نعم يا دكتور الكلر باين يا دكتورة سامية ايوه باين ده بس ده بس يعني ما فيش اثنين يختلفوا على الصورة انها واضحة انه بس
اعتقد دكتور محمد أيوة. في في برضه يعني المفروض تبقى اوضح شويه للطلبه. انا بالنسبه لي انا شايف عادي يعني, انا بالنسبه لي شايف عادي, بس اعتقد بدات بعد اذن حضرتك. مش طلبه ولا ايه؟ لا ما راه خلاص دي شايفاه خلاص. طيب اتفضل يا دكتور محمد. تمام حضرتك. هو البوز بالكوز حضرتك, هو ممكن هنا مثلا نقول رابشر مثلا ابنسايتس. جميل, كومبليكيتد ابنسايتس. كلمه بس بس معناه ان احنا تجاوزنا مرحله السبونتينيوس, ده سكندري بكتيريال بيتونايتس, وغالبا في سكندري انترا ابدومينال كورس اوف انفكشن. احنا قلنا الموست كومن زي ما كنا بنتكلم في المحاضره الابنسايتس, كومبليكيت ابنسايتس, الدايفيرتيكولايتس والكوليسيستايتس. دول ذا موست كومن كوزز للكومبليكيتنج سكندري بكتيريال بيتونايتس. يبقى هنا وان بوسبل كوز ممكن تقول لي الايه, خاصه انا بتكلم على رايت الى الفرصه, فهي طبعا يبقى البوسبل ايه, المريض اكشوال اصلا كان ايه, كان ابندسايتس. طبعا في اخر الامتحان هتلاقي هذه السلايد, اترك القلم, اقلب الورقه وسلم الورقه لزميلك على اليسار فورا, لان لو اتاخرت عن وقت معين مش هناخد منك الورقه ويبقى ضاع عليك الامتحان. واضحه يا دكتوره ساميه؟ دكتوره ساميه. نعم يا دكتور. تمام, واضحه السلايد دي؟ ايوه واضحه. طيب احنا ده يعني لانه بندي وقت كافي ما بين كل سلايد والتاني على انك تكتب وتبقى قصه منتهيه. طيب ان شاء الله الحمد لله دي اخر سلايد في البرزنتيشن بتاع النهارده. انا منتظر اسمع الاسئله من منك ومن الساده الزملاء عشان نتفق هنعمل ايه بعد كده. يا ريت اللي عنده سؤال يعمل ان ميوت لنفسه ويسالني مباشره, او لو مش عايز يبقى يتكلم يبعت على الشات. انا على ما تجمعوا الاسئله هقول ان احنا ان شاء الله غالبا هنلتقي يوم الخميس او الجمعه. هشوف الميعاد كده. عندكم حاجه خميس او جمعه يا دكتوره ساميه؟ لا يا دكتور. طيب هشوف الميعاد المناسب. المحاضره دي ليست للراوند, المحاضره دي للدفعه كلها, الدفعه دي والدفعه اللي فاتت والدفعه اللي هتيجي, لان ده علم زي ما قلنا احنا بنعمله عشان يبقى ويستمر. ده موديل اوف اكزام ينفع لامتحان الراوند, ينفع لاند اوف زي الاكزام. حطينا فيه الى يعني حاولنا نحط فيه الصور اللي موجوده في السلايدز تبقى صور واضحه, الاسئله هتبقى عليها مباشره. اتمنى ان انتم تراجعوا كل الصور اللي موجوده في المذكرات اللي بايديكم, النظري والكلينيكال وكتاب السيلف اسسمنت, لان غالبا هتبقى هي دي الصور اللي انتم بتشوفوها او كل يوم بتشوفوها عندنا في العنبر, وهي معبره عن واقع الحالات اللي موجوده. فاتمنى ان انتم تراجعوها كلها بلا استثناء. المحاضرة دي إن شاء الله هجمعها الفيديوهات مع بعض وأعمل لها بوست على اليوتيوب تشانل, راجعوها واعملوها فورورد لكل زملائكم لأن الدفعة كلها المفروض تشوف الكلام ده. هذا المودلز فور إكزام للناس كلها, لأنه هيبقى مالكمش حجة إن إحنا تواصلنا معاكم وقدمنا لكم المودلز من الفاينل إكزام, لأن الامتحان في آخر سنة السنة دي هيبقى فيه المودلز اللي أنا بقول عليها دي. حد يحب يسأل حاجة يا جماعة؟ اللي عايز يسأل يعمل أميوت لنفسه لو سمحت ويسأل. دكتورة سامية في حاجة سؤال تحب تسأليه؟ لا شكرا يا دكتور, متشكرين لما قطعتكم معايا. دكتور محمد سعيد تحب تسأل؟ هو بس حضرتك برضو هو ده جزء, انا بالنسبه لي انا برضو الجزء بالديفرنشال بين السبونتينيوس وبين السكند بكتيريال بيرتونايتس. ما انت لو حضرت لو حضرت مش قصده على حسب لورنس, هو فلورنس كانوا كاتبين حضرتك في الرانون كرايتيريا. انا بحاول برضه ابعتها لحضرتك, كانوا كاتبين في الرانون كرايتيريا نفسها انه بيبقى في اللو جلوكوز ليفل والال دي اتش اكتر من ابر ليميت اوف نورمال. ايوه ماشي. فده ممكن تمام. اي انفكشن هتعمل كده, الانفكشن بتبتدي بتاكل الجلوكوز فهيبقى له في الاثنين. This is not this is not a point of difference. 50 This is not a point of differentiation بين ما بين السبونتينيوس والبرايمري, لكن الاثنين يبقى فيهم. الديفرنشال ايه؟ هتلاقي الكاونت في الواد بلاتس, الكاونت في السكندري 20,000 و30,000, ده هتلاقيه 500 والمالتيبل اورجانيزم. الحاجه الثانيه ده مونو مايكروبيال, ده بولي مايكروبيال, ده في انيروبس, ده في انيروبس, واخد بالك, ده في سيرجيكالي ديتكتبل كوز او سورس اوف انفكشن. ده ما فيش الكلام ده, وانا في تفاصيل المحاضره اللي فاتت موجوده المحاضره على اليوتيوب تشانل لو انت عايز تراجعها. تمام يا دكتور محمد. آخر مرة اللي يحب يسأل أي سؤال يا جماعة قبل ما نقفل. أتمنى نكون أضفنا معلومة جديدة. المودلز اوف اكزام دي مهمة جدا جدا جدا, راجعوها.
جمعوا الاسئله اللي احنا كنا بنضيفها زياده عن المكتوب على كل سلايد، لان دي برضه ممكن تبقى درجه الاكزام. راجعوا الصور ان شاء الله. المره الجايه هنكمل بعض الكلينيكال ساينس، وهيبقى صور على الاكزامز، لانه احتمال كبير عشان ظروف الكورونا هيبقى ما يبقاش فيه امتحان على الحالات. فهجيب لك صوره بالبيشن للسبلين واسالك عليه، كانك بتعمل انت بالبيشن للسبلين. ان شاء الله نلتقي يوم الخميس او الجمعه، اشوف بس الجدول عندي الدنيا اخبار ايه واعرفكم. انا بشكركم على المتابعه، ان شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.